السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أسامة العوام، أرحب بكم في جلسة تحميس لايف. نسعد في هذه الجلسة باستضافة العزيز الباريستا علي من فنلندا. بانتظار الباريستا يشرفنا بالدخول. هلا هلا بالشباب، هلا اسعد الله مساءك. كيف حالك؟ اخذ لي الكاميرا بالعرض ولا شلون؟ والله لانك مقلوب فاتوقع المشاهدين بيتفرجون عليك كذا. او استنى شوي، خلي الكاميرا شوي، ثواني بس. تعال يا اخي اصبر اصبر. هلا هلا بالشباب. خليني أسامة أفصل وأرجع لك، ثواني بس أحاول أعدل. باريستا علي راح يرجع إن شاء الله خلال الثواني القادمة. أيوة استحاج. الله يحييكم، يا أهلا وسهلا. طبعا إن شاء الله ويرجع الباريستا علي. ما في طلع الحصاد البن الحين كلش مقفل، لكن ان شاء الله ان شاء الله ترجع كل الامور زي ما كانت اول وافضل يا رب بحول الله. سيتم حفظ اللايف بحول الله. هذا البريست علي يقول جاهز، نرسل له دعوه للامام. يلا نقول بسم الله يا شيخ البريست علي. اهلا وسهلا. قول لي بس انه ارفع اوطي انزل هيك. تمام ان شاء الله الامور تمام ان شاء الله. نور. رحت حلقت زد؟ رحت حلقت في الفتره هذه كلها ما شاء الله. انا والله عشانكم بس الله يطلع مضبط امور. حبيبي وسهلا. كيف حالك؟ كيف حال الشباب؟ اوه ما شاء الله تمام تمام ما شاء الله. حياك حياك منورين. حياك الله نورك. لا هذا الاضاءه يمكن شوي عندي بس كويس. لا لا والله فيش نور الايمان. نور الايمان نور الايمان. كيف حالك؟ طمنونا عنك يا جماعه. يا هلا والله وسهلا، سعداء جدا باستضافتك باريستا، ويعني جميل جدا انه انت متواجد معنا اليوم تتكلم عن شيء بالنسبه لك يعتبر مدخل. انت ما شاء الله خبراتك في تحضير القهوه والرسم على القهوه، وهذا شيء عرفت فيه ما شاء الله عالميا، ما نتكلم عن منطقه السعوديه او الخليج او الشرق الاوسط بشكل كامل. جلد سوالف جلد. ايوه نكبر الراس بعد نكبر الراس. خلينا شوي كفو والله تستاهل تستاهل. طبعا الباريستا علي غني عن التعريف، شخص ما شاء الله مهتم في مجال القهوه. ابو ادم يا جماعه، ابو ادم محترف، ابو ادم مصطحج، محضر يعني معروف عالميا في القهوه، ويكون موجود في مناطق مختلفه في معارض القهوه في العالم. ونطمح ان شاء الله ونتمنى زياره المملكه العربيه السعوديه قريبا بحول الله. يشرفنا هنا في بيت التحميص وايضا في حول المملكه باذن الله. الهدف المهم والاساسي اليوم من اللايف او البث المباشر هذا هو ان نسلط الضوء على جانب مهم واساسي من تحضير القهوه اللي هو التحميص، الخطوه اللي تسبق التحميص او التحضير.
فأرسل المايك للباريستا علي بس يعرف بنفسه يعني متى بدأ الدخول في عالم القهوة ويعني الشغف في هذا القهوة وإيش أسباب دخولك للتحميص بشكل موجز عشان نروح بعدها لمجموعة أسئلة حنا مجهزينها للباريستا ما شاء الله تبارك الله مجهزها الباريستا علي على أساس نسألكم بشكل مباشر يسألني الباريستا بشكل مباشر كيف نقدر نخلي تجربتكم في التحميص إن شاء الله تجربة ممتعة وأيضا بعدها إحنا طفينا طبعا الكومنت حاليا لكن وعد إن شاء الله بنرجع لكم في الأخير 15 دقائق في الأخير راح تكون مخصصة لأسئلتكم فإذا عندكم أسئلة الآن تنشأ أثناء مرحلة الجوينج لايف أو البث المباشر دونوها وإن شاء الله سيتاح المجال للفرصة باريستا علي الميكروفون معك حبيب حبيب طبعا متشرف بكل الحبايب على عين وراسي اعتقد ما شاء الله مغلب يعني اعظم الناس بتتابعك نفسهم هم يعني ناس بتتابعك بتتابعني ما شاء الله قبل كل شيء الاسئله انا مجهزها طبعا هي اسئله كانت في بالي وخلينا نقول معظمها من المتابعين اليوم الصبح ودوا لي اياها بالسناب شات فالله يعينك انا ما دخلني انا برا الموضوع الاسئله بدك تجاوب عليها شوي شوي وبراحتك ما عندنا اي استعجال بالنسبه ما شاء الله الحبايب كلها عارفه بديت خلينا نقول قصتي مع القهوه او شغلي بالقهوه بال 2010 اول ما جيت على فنلندا، يعني اول كافي شوب اشتغلت فيه تاريخ 2010 اول ما جيت على فنلندا، ومن يومها عاد بدا الموضوع من ناحيه بزنس، تركت الشغل بال 2014 وبديت شغلي بالمينتنس اللي هو الصيانه، الحمد لله يعني خط اداره الشركه، لكن القهوه ظلت في بالي. اما بالنسبه لموضوع التحميص صار تقريبا سنه او سنه ونص بدور على محمصه صغيره على اساس يعني الواحد حاب يغير حاب اجرب اشوف النكهات تاع الناس قاعد تسولف عنها ما شاء الله اخونا اسامه فنان بالنكهات فقلت خلينا اشوف يعني حاب اجرب يعني هسه الحبوب على الفطره شلون يعني بقدر احمصها ويعني عارف بس من باب مش الفضاوه من باب التعمق بموضوع القهوه حلو جميل وهذا الشغف اتوقع للكثير من الناس انه يبدا يبحث عن ايش يحصل للبن اثناء عمليه التحميص؟ كيف يقدر يوظف التغيرات هذه لايجاد نكهات تناسب الذائقه حقته؟ معنا اليوم محمصه بيمور، محمصه هي دخلت للسوق المحلي بشكل جديد في السعوديه ولكنها محمصه انشات قبل عده اعوام. انشاها حماص مهتم مو بس بالتحميص، مهتم بنشر الثقافه هذه. وايضا اهتمامه ينبع عن اهتمامه الشخصي هو جو بيم وعشان كذا سميت بيمور بناء على جوزيف بيم. جوزيف بيم هذا شخص ملهم جدا محب للقهوه ومحب للناس وهذه واحده من الاشياء الموجوده في القهوه المختصه بشكل سبحان الله مشترك عالميا. انا اقول لكم ليش محب جو للقهوه. من بداياته حاول انه يساعد مزارعين القهوه انهم يجربون قهوتهم. كثير من مزارع القهوه اللي انا بنفسي زرتها في مختلف قطاع او بقاع العالم المزارع نفسه ما يحصل له فرصه يذوق قهوته، ما يشرب قهوته، فما يعرف كيف اول شيء نكهات القهوه حقته، ثانيا ما يعرف ايش الاخطاء اللي نتجت اثناء عمليه الزراعه والحصاد والتنقيه والمعالجه. فما يعرف كيف يحسنها. جو قال انا بكون الجسر بتجارب يعني شخصيه وما يتكلم عنها ترى عالميا ولا في الاعلام ولا في شيء ولا يطلع هو يسوي نفس الشيء هذا من باب الخير. لانه عاشق للقهوه عاشق تطوير القهوه فصار الجسر هذا اللي وصل للمزارعين اكثر من 700 حماصه اكثر من 700 حماصه اثرت على 130 الف شخص في مجال زراعه القهوه عالميا ما تكلم اعلاميا عن هذا الشيء الا لانه يسوي هذا الشيء من شغف وهذا واحده من الاشياء اللي دائما يشترك فيها عشاق القهوه هي الشغف فعندنا حماصة بيمور اللي الآن الحمد لله أصبحت متواجدة في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج والشرق الأوسط اللي تتيح الفرصة للناس أنها تجرب تحميص القهوة منزليا بالإضافة إلى أنواع قهوة صغيرة يمكن نبدأ نتداول بعض التجارب الآن رحنا قبل بث مباشر قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عن كيف تشغيل الحماصة وكيف آلية عملها وكيف فهم مرة هسه عندي قهوة خضراء يا سلام عليك نفس الموضوع لكن حلو. انت بتعطيني خلينا نقول الارشادات وانا بحمص زين ممتاز بعدين أول بفتح شيء. بعدين ان شاء الله اول ما اعرف التحميص بفتح دار التحميص يا سلام ايوه فكر عليك خلينا نروح نسجله قبل لا تفتح وجه يا ولي طيب دار التحميص انا عندي اسئله كثير الصراحه اسئله كثير زين لكن نحاول نختصرها شوي شوي خلي الناس تستفيد حلو
اول سؤال انا حابب يعني ناخذ قبل ما افوت على الشرح، المحمصات صغيره راح تعطيني بالضبط نفس تحميص الحماصات الكبيره نفس ما اسامه الاوان بحمص ولا لا؟ هذا سؤال ممتاز. ما في محمصه، يا سلام عليك، ما في محمصه ما في محمصه تكرر يعني نتائج حماصه اخرى. كل حماصه لها طريقه عملها، زي السيارات، زي الدبابات، زي الافران. كل فرن، كل محمصه، كل سياره لها طابع مميز تنقلك من الف الى باء، لكن فيها خصائص تميز الاخرين، تميزها عن الاخرين. وهذه واحده من الاشياء اللي تميز بيمور، انه فيها خصائص تحاكي بالضبط نفس اليه عمل الحماصات الاحترافيه. مثلا في 5 وصفات للتحميص تقدر تحفظها بداخل الحماصه نفسها، هذه واحده من الاشياء الاساسيه. نفس البروفايلنج سيستم او البروفايلنج سوفت وير، نظام الوصفات الحماصات، اي موجود 5. نفس نظام الحماصات الاحترافيه، 5 وصفات للتحميص. حلو. تقدر تتحكم بسرعه دوران الدرم، التحميص يجمع ما بين التحميص مصادر حراره الهواء الحار وايضا التعريض الحراري المباشر او الغير مباشر. فالتحكم بسرعه دوران يعطينا سرعه دوران الهواء، وبالتالي احنا نحمص بالهواء زائد النقل الغير مباشر. طب شو راح استفيد انا اسامه لو اخذ عندي اسئله كثير وعندك سامح؟ حلو جماعه، بالعكس هذا الهدف من اني زلمه بصوت كثير سامحوني. طب شو راح استفيد انا من سرعه الهواء؟ انا غشيم شوي بالتحميص، صح عندي شويه معلومات، الفرق بين القهوه السوداء، القهوه الوسط، الايحاءات، النكهات، كل شيء الحمد لله واحد عنده معلومات جميله، لكن جوا الحماصه نفسها انت قاعد بتقول اللي هو تسريع الهواء. طب انا شو راح استفيد؟ ليش ما يكون هواء على مستوى واحد بشكل عام؟ جميل جدا. هذه الخصائص اللي موجوده في الحماصات الاحترافيه هو التحكم بالهواء، وبالتالي التحكم في مستوى اما تطور عمليه التحميص، شفط اي قشور مثلا في بدايه التحميص، ما نحتاج مثلا هواء عالي جدا فنسخن البن، بعدين لما نوصل مرحله ازاله القشور نبدا مرحله الشفط مثلا على سبيل المثال. نطبقها هنا في الحماصه مثلا، لما ازيد سرعه دوران الدرم انا قاعد اسرع من عمليه تسخين البن. بالتالي مثلا انا ابغى احمص لنوع معين، بن معين او درجه تحميص معينه، اعرف انه انا ابغى التحميص ياخذ وقته مثلا، فما اصير اسرع الاسطوانه بشكل في بدايه الحمصه، اسرعها في الاخير مثلا. وهذه من الاشياء الخصائص اللي تحكم وصفة التحميص بدقة، وكيف رائد التحميص يقدر يوظف الخصائص هذه كلها، سرعة دوران الدرم، سرعة البروفايل. أنا ممكن أخلص في 10 دقائق حمصة كاملة تحتفظ بالحلاوة والحمضية والآفتر تيست، الطعم المتبقي، أو أني مثلا أحمص للإسبريسو مثلا. فكل هذه المتغيرات يعني موجودة ومميزة في الحماص. حلو، تمام. طبعا في كتاب صغير كتيب زي ما تقول دائما موجود فيه المعلومات كلها، صح ولا لا؟ ولا مش بشكل دقيق؟ موجود في الكتيب اللي يرفق مع الحماصة، أتوقع عندي نسخة منه هنا. يجي مع الحماصة كتيب باللغة العربية. طيب. عن طريقة الاستخدام للحماصة، غششتكم شوي في صورة منتج مميز للحماصة. طريقة الاستخدام باللغة العربية وبالإنجليزية أيضا. كيف تعمل الحماصة؟ إيش الخصائص للوصفات P1, P2, 3, 4, 5 اللي هي 5 وصفات تحميص؟ فباللغتين يساعدكم على إيجاد آلية عمل الحماصة. جميل. سؤال أخونا أسامة، يعني أنا بحاول قدر اللي كان قاعد خلينا نقول أستخدم مصطلحات أو أسولف مثل ما الناس بتفكر، وخصوصا الناس ما عندهاش خبرة بالتحميص أو القهوة بشكل عام. هسا احنا لما نفوت محامص أو محلات قهوة عندهم محمصة جوا، دائما طالع منها أنبوب بزراب كبير. حلو. وانا اكثر من مره دخلت على مواقع اساس اشتري محمصه، دائما اشوف انه في بيجي معاها على جنب زي عارف زي الانبوب. صح. طب هاي المحمصه ليش ما فيهاش انبوب؟ انا الصراحه مثلا مستغرب انه لويش وينه؟ جميل. وعشان كذا السبب انه انت جالس تحمص، ممتاز. ايه، في صلب الموضوع. عشان كذا انت جالس تحمص في مكان مغلق، وانا نفس الشيء جالس احمص في مكان مغلق. حماصه صممت بحيث انه يكون فيها تقنيه لكبت الادخنه، قمع الادخنه. التقنية هذه ذكية تخلي عملية الدخان هذا يطلع بشكل محدود جدا أو شبه معدوم، خاصة إذا صارت درجات التحميص أفتح شوي. أيوة، دورة تلقى هناك يا رح أشوف أنا حمص ولا
نعم نعم هذه بدي يعني بدي الجيران يشموا الريحه، بدي العالم تشم الريحه. اكيد اي اكيد. هي طبعا ميزه التحميص انه في روائح تخلي الحماس يعرف متى وقت النضوج تقريبا، اللون، الصوت، الرائحه، الشكل. عشان كذا الحماسه مزوده بنظام لقمع الادخنه بحيث انه يخفف نسبه عاليه جدا من الادخنه، تصير شبه معدومه تقريبا. وايضا يعطيك خاصيه الاضاءه الداخليه، وبالتالي انت تعرف مرحله نضوج القهوه، لكن ما تحرمك انت كحماس من رائحه البن نفسه اثناء عمليه التحميص عشان تتعلم منها وتبخر نفسك وجيرانك. طيب احنا راح ان شاء الله راح نطبق عملي، لكن بعد في شويه اسئله جزء يكون فيها مصدر ازعاج اذا احنا بنسولف بها واحنا نحمص. ايه وين راح والد؟ ثواني ثواني. يا سلام. ايوه شكل السؤال دسم، السؤال دسم شكله. السؤال هذا جنني، طلع روحي من سناب شات متت. اعطيني اللي هو هسه عندنا اخونا اسامه، احنا ثلاث انواع خلينا نقول الحبوب، مش الحبوب للتحميص، عندنا القهوه السوداء اللي هو الفلتر الفي 60 المي 60 قهواتك شاياتك، عندنا القهوه السوداء الفلتر، وعندنا الاسبريسو، وعندنا القهوه العربيه. ممكن حلو. لمحه بسيطه الفرق بينهم من ناحيه التحميص؟ حلو ممتاز. يا سلام. درجات التحميص تتفاوت بحسب رغبه الحماس. مثلا نوع البن واحد، احنا ممكن نحمصه للاسبريسو، ممكن نحمصه للقهوه العربيه، ممكن نحمصه للفلتر او التركي او اي طريقه تحضير مختلفه. ثواني ثواني، يعني ما في شيء اسمه حبوب بس للقهوه العربيه؟ لا، القهوه هاي الخضراء، هاي الخضراء الصغيره، الحبه هاي الصغيره، التحميص هو اللي بيحدد شو بدنا نسوي فيها. بالضبط بالضبط تماما. ممكن تاخذ نفس نوع البن وتحمص ثلاث حمصات مختلفه، قهوه سوداء، قهوه عربيه، اسبريسو، وتشوف أي وين النكهه الانسب لذائقتك للبن هذا، او طبعا بالسؤال. يعني الشائع دائما ان القهوه المجففه هي انسب للقهوه العربيه، بس هذا ما يعطي يعني قانون انه الناس ممنوع تجرب القهوه المغسوله او العسليه للقهوه العربيه. المجال لك، وخبرتك في التحميص راح تنمو وتكبر باستخدام حماصه مميزه مثل بيمور، راح تتعلم كيف تقدر تطور النكهات وتوجد البن هذا مناسب لاي نوع من طريقه التحضير. بس انا بعد ما اخذت الجواب اللي خلينا نقول اللي فات براسي، طيب حلو، احنا قلنا الحبوب، الحبوب الخضراء احنا بنقدر نحدد انه للقهوه العربيه ولا الاسبريسو ولا الفلتر. طيب جميل، طيب شو الفرق على سبيل المثال، شو الفرق بين تحميص القهوه العربيه وتحميص قهوه الاسبريسو يا سيدي؟ جميل جميل. القهوه العربيه انا رايعك يا حلو. اي والله كفو بعمرك انت، الله بدك قهوه مشمر مشمر. ايه مزوح انت حبيبي حبيبي. لا كفو صواريخ صواريخ والله. متوعد شكلك، متوعد شكلك. ها القايمه هذه متعوب عليها والله. الساعه كم عندكم؟ الساعه كم عندكم الحين؟ والله ضيعونا يا علي، صحيت الصبح تقول ذاربني الطاس الضغط على راسي، عارف لو يا الله رجعوا الساعة على ورا. توقيت الشتوي الآن دخلته. أوه عتمة الساعة 4:30 عتمة، والصبح يا الله الساعة 7:30 ترى تطلع الشمس، هي تطلع عليك. يا الله يا الله. بعدين الشمس عندنا ما تطلع 10:30 على الجنب. إيه تكوي كوي. سبحان الله. صوركم إن شاء الله قريب في سناب شات. إن شاء الله. سناب شات. الله عليك كفو. كفو سوق سوق سوق. قاعد تفلفل بالسؤال، جاوبني. قاعد اتمنى انك تنسى بس ما نسيت ما شاء الله عليك. طيب تحميص القهوه العربيه، تحميص القهوه العربيه شو الفرق بينها؟ حلو. هي درجه التحميص في السعوديه مثلا، درجه التحميص القهوه العربيه شقره تقريبا، فاتحه الى شقره، بعضهم في الشمال يحمصون اي، بعضهم الى تحميص داكن مثلا في الشمال. في اخواننا في الامارات مثلا تحميص القهوه عندهم داكنه، اخواننا في عمان تحميص القهوه عندهم داكنه جدا، تكاد ان تكون لون اسود يعني. فهنا بامكان الحماص انه يقول والله انا بخصص الحمصه هذه او باتش التحميص هذا لتحميص القهوه العربيه، وبالتالي انا متوقع اني اخلص خلال وقت معين مثلا، او راح اشوف عمليه التحميص ونضوج البن. مثلا بختار P5 بروفايل 5 اللي هو البروفايل الاطول من وصفات التحميص، عشان اخذ راحتي بمراجعه التغيرات. لما احس ان القهوه وصلت مرحله النضوج للقهوه العربيه، بالتالي انا اعتقد اني انا وصلت للمرحله الانسب بالنسبه لي.
الحماس الممتاز هو اللي بيبدا يدون التغيرات اللي تحصل هذه، او الحماسه المتميزه يا سلام عليك، مع ورقه وقلم اثناء التحميس او بالجوال اثناء التحميس، مشغل المؤقت. يا سلام النظاره، يا سلام جديده النظاره هذه بعد برزنتيشن كفو. فالحماس راح يبدا يدون التغيرات هذه ويقول والله انا جربت القهوه البرازيليه مثلا، خلال 10 دقائق نضجت، سرعه الدرم ثابته ما غيرتها مثلا الى السرعه السريعه، استخدمت بي 5 ووصلت مثلا لدرجه التحميص المناسبه خلال 10 دقائق، اوقفت عمليه التحميس وانتقلت الى مرحله التبريد. بعدها يجرب ويكتب ملاحظاته، والله انا مثلا 10 دقائق كانت سريعه جدا، المره القادمه بحمص خلال 9 دقائق ونصف، نكهاتها كانت كذا وكذا وكذا. فهنا كيف الحماصين الاحترافيين بهذه الطريقه يقدر يطور من التحميص حقه. معناته ان هذه الخصائص عندك في البيت الان تقدر تطورها، تقول والله انا مثلا الحمصه العربيه كانت داكنه بزياده او فاتحه بزياده، بحمص المره القادمه كذا. وهي نفس الطريقه المتبعه تقريبا عند الحماص الاحترافي، كيف انا اسوي بروفايل وصفه لحمصه معينه. راح اسوي 3 بروفايلات 3 وصفات معينه لنفس نوع البن، وراح نسوي عليه تقييم كابين وتجارب، وندون الملاحظات في اوراق خاصه ندون فيها الملاحظات ونعطيها تقييم معين، ونقول والله من ال3 وصفات هذه وصفه رقم 2 هي كانت افضل وصفه بالنسبه لنا، وبالتالي هي الوصفه اللي تعتمد. انت كذا كحماس تقدر تسوي هذه الوصفات في المنزل، في المكتب، في اي مكان مناسب لك تسوي عمليه التحميص عشان توجد الوصفه المناسبه لك للقهوه العربيه او الاسبريسو او القهوه السوداء. خليني اجيب لك سؤال من اوه بحبشتك عليه تبحبش السؤال هذا. ليش تقول برازيل ويمن؟ قربتك. هسه في سؤال الف يجيني يمكن مئات المرات باليوم على سناب شات، انه يا ابو ادم اي احسن، الاثيوبيه ولا الكولومبيه؟ غواتيمالا ولا البرازيليه؟ انا شخصيا اشوف جوابي غلط ولا صح. دائما بقول مش كل مرة البلد بيلعب دور، نوع المحصول بيلعب دور، طريقة المعالجة بتلعب دور، والشخص اللي بيحمص بودي لك القهوة بحطها بالكيس بجهز لك اياها بتلعب دور، فما بتقدر تحكم على طعم القهوة ونوع القهوة من البلد، صح؟ هاتشي بالغلط. صحيح صحيح، وأيضا الذائقة الشخصية. تشيل البلد، السلام عليكم. خلاص نمشي. أيضا الذائقة. انت باريستا علي مثلا ممكن تحب نكهات معينه في البن، فتقول والله انا انسب شيء وجدته في البن مثلا انه بحمضيه اقل، على سبيل المثال بحمضيه اقل، مراره اوضح شويه عشان نكهه الحليب ما تكون طاغيه على نكهه القهوه، التحميص المتوسط او الداكن يعطيني كريمه اكثر، وبالتالي الرسم على القهوه. هنا تقدر تختار انت الاساسيات اللي انت تبغاها. شخص اخر يقول لك لا انا بستخدمها للفلتر، بالتالي انا ابحث عن حمضيه، ابحث عن تحميص فاتح اكثر. معناته انا راح وان شاء الله راح يكون في يعني قريبا توضيح اكثر عن الفروقات بين نكهات البن وطرق المعالجه على بيت التحميص، فتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي بيت التحميص والمتجر الالكتروني. لا مو اعلان، هذا بس نشر معلومه، نشر معلومه مع قليل من الاعلان، فلا مانع. طيب فاختار القهوه اللي تناسب ذائقتك، واختاري النكهه اللي تعجبك انت في طريقه التحضير. انا شخصيا افضل مثلا نوع قهوه يكون فيها نكهات معينه مثلا تعقيد وغرابه اكثر، وبالتالي انا راح ابحث عن نكهات قهوه مجففه على سبيل المثال، لانه المجففه تعطيني تعقيد وغرابه اكثر. المجفف بيطلع النكهات اكثر، فاكهيه اكثر. لكن انا سمعت يعني انجليزي بقالب في ريسك، يعني في مغامره اكثر، انه محاصيل القهوه المجففه احيانا بتفنيخ قرات المصريه بتخرب. هل هذا الحكي صح؟ اكيد اي، عشان كذا اختر المحصول المميز اللي فيه نكهته واضحه، اللي تم معالجته بالطريقه الصحيحه. وعشان كذا احنا نختار دائما بيت التحميص المحاصيل بانفسنا، مزارع احنا نزورها، انا بنفسي ازورها، وباشخاص مقيمين بالقرب من المزارع يكونون موجودين باستمرار، يتاكدوا من جوده المعالجه، يتاكدوا من خلوها من يعني عيوب تكون واضحه في في في, في النكهه او ظاهره في شكل البن. فالقهوه المجففه صعبه جدا، عشان كذا دائما نشوف سعرها شوي يختلف اكثر.
يعني سعرها يعني، لان فيها مستوى مخاطر على المزارع. المزارع حرام، هذا قوت عيشه السنوي، يشتغل طول السنه عشان محصول 3 شهور 4 شهور، ففي مستوى مخاطر عالي جدا. عشان كذا مجفف الهدف ايه؟ مجفف معناها انه احنا لما نلقط الثمره التشيري، لما نلقطها نخليها من وجه الشمس كأنها قاعد وبتجففها، صح؟ ولا بتساوي اي شيء، صحيح يعني لحالها صحيح بتجفف. صحيح، مع تقليب مستمر الناس طبعا. يا تسمح مجفف، ايش يعني مجفف؟ صح احنا بدنا نشفه باشعه الشمس، صح؟ صح مع تقليب مستمر عشان ما تكون طب لو جاف استوجب المياه. مطر يغطونها، لازم يغطونها. شوف الاسئله، انت راح تلاحظ كفو الاسئله. كفو كفو. طبعا لازم التغطيه هذه عشان اوش يعني، بعضهم مثلا يجفف لمده من 9 الصباح ل 12 الظهر مثلا، او من 8 الصباح ل 12 الظهر، بعدين يغطيها فتره ما بعد الظهيره من 12 الى 3 عشان الشمس ما تكون حارقه، بعدين يرجع يفتحوها الى المساء 6 7 مساء، بعدين يغطوها عشان الفوق يعني اي رطوبه تحصل اثناء المساء. فهي فيها شغلانه كثير عاليه جدا. بهدلة يعني مجفف. صحيح، عشان كذا سعرها اغلى، بس النكهات حقتها لها طابع مختلف تماما. عشان كذا الحماصه بيمور تتميز ب يعني ايجاد النكهات بالطريقه الاقرب لنواحي المزارع. وعشان كذا جو بيم بنفسه المؤسس قال انا لازم ابدا من مرحله الصفر لولاده البن. المزارع هذا لازم يجرب قهوته، ممكن مثلا جرب محصول صغير جدا مجفف نجحت معاه، يقدر ياخذ عائد احسن، بالتالي تجربه القهوه تعطيه نتائج افضل. فالقهوه المجففه لها نكهات وايقاعات رنانه مختلفه، لكن ما شاء الله جربت انواع قهوه مغسوله لها نكهات تحاكي نكهات القهوه المجففه، وتلقاها يعني معقده بنسبه مرضيه لكثير من الناس، يمكن حمضيتها مرغوبه. فهذه اشياء جميله في البن يستكشفها عشاق القهوه مع التجارب. شوف انا طالما قلت هيك يعني في سؤال قوي، ساتر الحركه هاي ايه هاي كلمه تحاكي قويه، تعجبني يعني تحاكي. كيف؟ بكره ان شاء الله باحد السنابات راح افقحها راح يحاكي راح الجو، تحاكي يحاكي السالفه راح ادبرها ما عليك. بالانتظار. شوفوا يا جماعه، طيب في سؤال، شوفوا يا جماعه، اوه هذا السؤال، هذا السؤال تخليك تشرب لترين مي ورا بعض هسه. يا ساتر. طيب بقولوا لك يا جماعه وين راح؟ ايه ضاع السؤال هذا هو. طيب سلام عليك. انا زلمه اشتريت هالمخمصه هاي، حلو، ينفع بزنس يعني؟ انا عندي كافي شوب صغير اسمه اسامه التحميص، حر حلو، حر مثلا، كيف ما تقدر تشتكي في مليون اسامه، بس اسمه اسامه للتحميص. فهل يا سيدي هاي بقدر استخدمها لبزنس؟ كم مره بقدر احمص فيها باليوم؟ بس جاوبني. يا سلام. طيب الحماصه مصممه للاستخدام المنزلي، استخدام المنزلي او الاستخدام المبتدئ، يعني مثلا شخص حاب يجرب الوصفات التحميص المختلفه في المنزل، او شخص حاب يسوي سامبل روست. في المتاجر في المحامص دائما ما تلقى عندهم حماصه صغيره للسامبل روست، حماصه عينات. ماشي حالك. لا ما هي ماشي حالك، حماصه عينات على اساس لا شو جيد، بالعكس يعني بعضهم ممكن يقول لك والله جيب لي اي حماصه بس امشي. لا الموضوع يتطلب، حتى المزحه طلعت سؤال جيد. الله يا سلام عليك، ايه كل شيء فيك ما شاء الله جيد، مبدع، مضطهد مضطهد شارب. ولعوا هسه هون بقي. جميل، يا سلام عليك. الو، فهي مصممه انها تستخدم استخدام ما هو تجاري. كيف ما هو تجاري؟ يعني في المنزل سامبل روستر او حماصه للعينات، بعض الاستهلاك الصغير جدا جدا، مقهى صغير جدا ممكن ينتج فيها كميات بسيطه جدا. بقدر بس ميزتها كيلو كيلو؟ اي، لان الحماصه تسع على السعه الواحده 400 جرام، فممكن مثلا اذا انتاجه 3 حمصات في اليوم، يوزعها مثلا 9 الصباح 12 الظهر 6 مساء مثلا، يقدر ينتج اللي يغطي استهلاكه اليوم الى بكره او بعد بكره مثلا، على سبيل المثال. بالامكان في بعض المقاهي عندك كيلو مثلا، تعات الكيلو تقريبا 50 كوب اسبرسو، يعني كثير يمكن. صحيح، اي صحيح. يعني حلو حلو، يعني تنفع انه واحد يكون عنده كافي شوب على سبيل المثال، صغير جدا، يكون مخصص بمطحن انه والله هاي القهوه اللي هو خاصه بينا احنا مخلصينها، حاب يطبقها بالحاله هاي بالاسبوع، لو عمل 6 كيلو امور طيبه. جايز، نعم اكيد اكيد. خلاص عاد انا هون ولا اوه ابغانا بتصير نبيع قهوه من الشباك. يوزع قهوه. حلو.
طيب احنا راح نحمس ان شاء الله يا جماعه، اعذرونا طولنا عليكم جميل. بس ما احنا قاعدين شو بي وراكم تعال بعدين كورونا كورونا والله انسى خلي وراها ساكت. ايوه اوه صدق سؤال قوي. هسه في ناس بتشوف عارف هاي كريمه هي مش بالاسبريسو قاعد بتكلم بسولف انا بالفلتر اسولف معك اردني قاعد بحكي بالفلتر لما تحط مي خصوصا انت يا اسامه تقعد تحرك وتلفظ معك الناس دائما تسال شو سبب الكريمه هاي؟ هاي اول سؤال مربوط معاك نفس السؤال مربوط معاه اميت احنا بنقدر نستخدم القهوه بعد ما نحمصها او لما نشتريها تلاقي مكتوب عليها والله حمصت قبل 4 ايام على سبيل المثال اميت اني بقدر استخدمها مباشره. طيب القهوه طازجه التحميص دائما هي اللي يصير فيها الازهار او البلوم هذا. الازهار هذا نتيجه ملامسه الماء للبن الطازج الطحن والطازج التحميص. قديش طازج يعني؟ عرفت عشان يعني من 7 ايام الى شهر ونص شهرين ممكن يكون في انواع بن تعطي بلوم كويس. كيف؟ قبل 7 ايام. ايه لا قبل 7 ايام حتكون نكهات القهوه ما نضجت لسه. يعني بعض انواع القهوه المغسوله مثلا سمحه على قولتهم يعني تجاوبها سهل جدا فممكن نستخدمها بعد 3 ايام من التحميص ما في يعني تبدا النكهات حقتها تطلع. هي كنكهات اصلا ما فيها تعقيد عالي جدا وبالتالي ما نحتاج نتركها 7 10 11 يوم لما تبدا النكهات حقتها بالنضوج. فالافضل دائما تحميص القهوه وتركها 12 ساعه 24 ساعه الى ما تبدا تتفتح النكهات بشكل اوضح. بس اللي انصح فيه دائما 3 إلى 7 ايام كحد ادنى عشان تبدا النكهات حقتها تكون واضحه وبالتالي يصير عندنا بلوم كافي خاصه اذا طحنا مباشره قبل التحضير واستخدمنا كميه كافيه في القمه. ايوه والله بدها ايوه بدها ولا كلمت هون وين كنا نسينا السؤال يا رجل لا اله الا الله اللهم صل على محمد وين كنا احنا شو اخر شيء تقدر بلوم ايوه التحكم اي بلوم الازهار متى تبدا تستخدمها الماكينه هاي بقدر استخدمها مانيوال يعني انا مثلا احدد من غير ما يكون اي بروجرام اني استخدمها تشغل وتطفي شغل وتطفي موجود في الاشياء هذا صحيح صحيح فيها طريقة موجودة في الكتيب طبعا طريقتين للتحميص الأولى ذاتية اختار من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 الطريقة الثانية أن أنت تختار P5 وتبدأ تتحكم عن طريق دي بروجرام دي مشروحة بشكل أوضح في الكتيب بحيث أن الحماصة تمشي على وصفة معينة ثابتة درجة حرارة ثابتة بالإمكان الانتقال من بروفايل 5 وصفة 5 إلى وصفة 2 مثلا لزيادة الحرارة مثلا على سبيل المثال بعدين اذا وصلنا او قربنا نوصل للفيرست كراك او الفرقعه الاولى نرجع ل P5 ونبطئ الدرم يعني فيها خصائص يدويه تعطي الحماص حريه انه يحاكي التحميص الاحترافي بشكل مرعب جدا جدا ما شاء الله تبارك الله حبيبي اخر سؤال او معلومه او استفسار في ناس بتقول انه خلينا نقول نكهات القهوة أو أفضل إشي بالقهوة إنك تستخدمها ما بين 2 أو 3 شهور يعني لحد 3 شهور الطعم أو خلينا نقول النكهات اللي الفواكه هاي الناس بتدور عليها لأني صعب ألاقيها بشكل عام تعتمد من شخص إلى آخر لكن بتقول لك إنه 3 شهور بس بعد 3 شهور تبدأ تضيع النكهة شو رأيك هات إي أتفق تماما يعني القهوة منتج غذائي زي الخبز الحليب ما راح تفسد بعد 3 شهور بس نكهاتها راح تكون اقل وضوحا ويمكن الحموضه ما اقول حمضيه الحموضه مستوى مزعج يعني الحمضيه مستوى مرغوب ولذيذ في بعض انواع القهوه الحموضه تكون شيء مزعج راح تكون واضحه اكثر وبالتالي نكهاتها ما راح تكون مستساغه فانا افضل دائما اني اشرب القهوه حقتي في فتره ما تتجاوز 3 شهور اكيد. طيب هسه خلينا شوي نبعد عن موضوع الحماصه خليني شوفي ورا يا حجي في ناس يا اخي انت مثلا لهالدرجه يعني معقول لهالدرجه ما هو كل راس كلها عباره عن مي وقهوه سوداء ليش انت مبالغ كثير بالموضوع؟ طب هسه هالقهوه هاي موجوده بالمحلات او بالسوبر ماركتات ومكتوب عليها من 1 إلى 2 سنين يعني مده الصلاحيه لما اخذ من غير ذكر اي اسماء او اي موديلات احنا بس بنسولف قاعد بدردش معك كونك انت زلمه بالتحميص ما شاء الله عليك قول لي شو رايك فيه؟ انا مثلا تجيني احيانا هدايا كيس قهوه مكتوب عليه سنه مده الصلاحيه معقول طبعا مش قاعد انك قاعد بتحرر لا نعرف الناس قاعده ما شاء الله حابه تعرف معقول يعني هسه هالشركه هاي بتكذب علينا او السنه
اللي حاطينها هاي غلط. طب ممكن في محلات موجوده عندهم القهوه بالشلف اللي هو بالكورنرات موجوده اكثر من 4 أو 5 شهور، لكن مده الصلاحيه ما زالت مطوله قدامك بعد 7 8 اشهر. طب شلون بدك تقتنع انت كشخص سمعت من اسامه ولا من ابو ادم ولا من اي شخص كلهم على عيني وراسي هذا الشباب انه بعد 3 اشهر القهوه بتفقد طعمها؟ وين السر بالموضوع؟ هو ما في سر، هو منتج زراعي ومنتج غذائي، يعني تتطور نكهاته الى مرحله معينه بعدين تبدا تنخفض نكهاتها، ما تتلف، تبقى صالحه للاستهلاك بحول الله، ما تتلف، لكن تنزل، يعني ينزل مستوى وضوح النكهات الموجود في القهوه. يمكن بعض القهاوي اللي تكون معلبه مثلا بالنايترو فلاش او يعني بخ النيتروجين فيها عشان تحافظ على النكهات اكثر، تكون صالحه لمده سنه ونصف سنتين، ايضا ما تفسد خلال السنه ونصف سنتين، لكن تخسر النكهات بشكل واضح. عشان كذا نلقاها دائما تحميصها متوسط الى داكن نسبيا عشان يهدي مستوى الحمضيه اللي فيها، وبالتالي تصير نكهه المراره هي اللي طاغيه، خاصه مع مشروبات الحليب وغيرها. فهي ما تفسد، واي نوع من انواع القهوه مختصه او غير مختصه بالامكان استهلاكه خلال فتره معينه لا تتجاوز سنه ونصف سنتين، بعدها تبدا خلاص يعني تصبح نكهات غير مستساغه ابدا. طيب اخر شيء ان شاء الله يا جماعه وفوت على التحميص. اخونا اسامه دائما بيجيني سؤال واستفسار ما شاء الله بشكل يومي ما شاء الله، انه يا ابو ادم انا بجاوب بس حابين نسمع منك، كون انتم جماعه ماشيين على نظام او على اسم القهوه المختصه سبيشاليتي كوفي. حلو. الناس دائما تستفسر شو يعني سبيشاليتي، انتم جماعه السبيشاليتي، ممكن بس لمحه بسيطه معك 4 ثواني تقول يلا شغل العداد خليني نشوف في انواع قهوه بس يعني اعطيني لمحه بسيطه. يعني انا دائما في ناس بتلخبط يعني حاليا، يعني الله يهدي الجميع، في ناس حاليا بدات تلخبط انه تفكر انه القهوه المختصه اللي هو للفي 60 ولا كيمكس. انا بقول لا، انا بقول من في 60 والكيمكس والفلتر والاشياء هاي هي عباره عن طرق تحضير القهوه. صح. حاليا احنا بدنا نعطي للناس معلومه بشكل بسيط انه شو الفرق بين القهوه المختصه والقهوه التجاريه. من اخونا اسامه كونكم انتم جماعه مثل ما ذكرت قبل شوي ماشيين على نظام سبيشاليتي كوفي، اعطينا شوي لمحه بسيطه. جميل. القهوه المختصه هي انواع قهوه يراعى فيها سبل الزراعه والحصاد والتنقيه والمعالجه بشكل يفوق كثير من انواع القهوه التقليديه. اهتمام المزارعين يعني عالي جدا في 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 القهوه، وهذا ما يعني انه انواع القهوه التقليديه ما فيها اهتمام في المزارعين، بالعكس ما شاء الله زرت مزارع ما تسمي نفسها مزارع القهوه المختصه، لكن اجراءاتهم مميزه وفريده، لكن اللي يميز انواع القهوه المختصه هو معرفه بالضبط مصادرها، يعني نعرف انه والله جايه من منطقه معينه، من مزرعه معينه، حتى اسم المزارع وطريقه الزراعه والمعالجه والاشياء اللي تؤثر في الزراعه، وايش الاجراءات اللي اتخذها المزارع لحمايه البن من ضد الافات وضد يعني اي شيء يؤثر على نكهات القهوه وصلاحيتها واي يعني شيء ممكن يخليها تخسر العامل المميز فيها. فالقهوه المختصه هي نوع البن نفسه، ممكن يحضر للاسبريسو، ممكن يحضر يحمص للقهوه العربيه زي ما تكلمنا قبل شوي، ممكن يحمص لاي نوع من انواع القهوه داكن جدا الى ان تظهر الزيوت اللي فيه، وهذه رغبه عند كثير من الناس انه يحب القهوه داكن في التحميص لدرجه الزيوت. ما هو عيب في التحميص ولا هو عيب في شخص انه والله هو يحب قهوه داكن في التحميص. البن المختص هو الاساس، ومنه ينتج طرق تحميص مختلفه وطرق تحضير مختلفه. قهوه عربيه مختصه، نعم موجود قهوه عربيه مختصه يراعى فيها سبل الزراعه والحصاد والتنقيه والمعالجه والتغليف والتحميص والتعليب وكل ما يعنى بالبن ليصبح قهوه عربيه مختصه. وهذه واحده من الاشياء اللي تميز بيت التحميص، انه احنا نرجع للمستهلك الى المزرعه بالضبط، طريقه المعالجه، الفصائل، الاشياء اللي تميزها عمل بيت التحميص مع المجتمع، مساهمه المزارعين لاستدامه الزراعه والطبيعه وكل ما يعنى بالحفاظ على ديمومه المزرعه وديمومه الطبيعه المحيطه، سواء كانت زراعه عضويه بدون شهادات، ما ياخذون عليها شهادات، هم بنفسهم يزرعونها زراعه عضويه، زراعه مستدامه، التاكد من تنميه الاشجار المحيطه لتجذب طيور، والطيور هذه تجذب مثلا بيئه كامله متكامله
يعني تخلي القهوة المختصة فعلا مميزة ورائعة. حبيب قلبي اخونا وسام يا الله. سلام، خلينا نعدل الجلسة. خلينا نقول استفسار تابعين يرتاح وانا كبعد ارتاح. اميت بقدر اقول انه هاي المحمصة، خلينا نقول، او بدنا شيء ناخذ السؤال بشكل اوضح شوي او الاستفسار بشكل اوضح، قديش تاخذ من الشخص كبزنس كعمل كتجاره كثقه فتره من الزمن على اساس احنا نقول والله روح على هذول الجماعه وانت مغمض عيونك قول له بدي قهوه كذا كذا هم بيعطوك القهوه، هل في مده معينه او هل في مثلا شيء معين الشخص لازم يمشي عليه؟ على سبيل المثال ابو ادم بكره فتحت المحمص، يعني هل يعقل ابو ادم فجاه فتح محمص وصار وضعه تمام، ولا لازم يكون يعني انت برايك صارت ما شاء الله من زمان قديش ابو اسامه من 2000 وكم؟ 2013 الحمد لله. السلام، كلام كبير. طيب يعني انت كاسامه من غير ذكر اي اسماء، ما بحثش اسماء يعني كثيره، بس بسالك انه قديش واحد بيحتاج فتره وقت تاع انه يقدر يفتح بزنس ويبدا يحمص ويبيع للناس؟ سؤال مهم جدا. مين يقدر يفتح تجاره في القهوه؟ مثلها مثل اي تجاره في اي مجال. الطباخ مثلا ممكن يكون عنده شيف، يعني يمكن اسم مسمى شيف يعطيه تميز اكثر من طباخ. الشيف مثلا ممكن يطلع يفتح له مطعم وهو ما عنده الا خبره 3 شهور 4 شهور ويفشل لا قدر الله، لانه ما عنده الخبره لاداره عمليات المطبخ. يطبخ كويس بس من ناحيه اداره العمليات ضعيف. فالتجاره شطاره فعلا، وليس فقط يعني معرفة تحميص البن. فإذا شخص عنده إلمام بتحميص البن، إدارة جيدة للعمليات، إدارة مالية جيدة، أكيد يعني راح يكون نسبة نجاحه أعلى من شخص فقط يعرف يحمص أو فقط يعرف يحضر قهوة. وإحنا دائما في بيت التحميص نعمل بمبدأ مشترك نساعد فيه الشباب ورائدات الاعمال، رواد ورائدات الاعمال اللي حابين يدخلون مجال البن عبر توفير البن الاخضر، البن المحمص، ادوات التحضير المختلفه، ادوات التحميص المختلفه ومكاينها ومعداتها، سواء عبر بيت التحميص او شركاء النجاح الاخرين. لاننا يعني نؤمن بانه الارتقاء بمستوى القهوه لا يمكن ان يصبح عبر فريق واحد، وانما عمل مشترك من عده فرق تساهم في تنميه رسالة القهوة وإيصالها بطريقة مميزة. عشان كده تلقون في بيت التحميص أشياء وأدوات مختلفة من موردين ومشاريع شبابية سعودية نفخر فيها صراحة، وقريبا إن شاء الله راح نستفيد فيها. أنت من نوع فينا يا حبيبنا مستحج. أوه الله سلام، كلام كبير يا بعد حبيب قلبي. طيب يا سلام، الفوت على التحميص عادي شوي، أعطينا الجماعة اللهم صل على سيدنا محمد. خليني بس اغير موضع الكاميرا اساس بس ما بتكونش كل شوي لابعد بطال الكوخ. خلينا نشوف المحمص حاليا. ايه السلام، حركات ده ضروري ضروري. بسم الله. طبعا قول لي اذا كان اذا حاب اغير الكاميرا، لكن نروح له. ايه لا خبي ابو عارف يا شيء، اسرار اسرار. تعي واحد هيك شيء. طيب خلينا نبدا اخونا اسامه ب 100 جرام، بدناش نكثر. حلو. وهاي اول تجربه لي، انا بعدني صراحه ما جربت، قلت خلينا اخونا اسامه ان شاء الله. حلو. بس واحد ياخذ راحته. طيب جميل جدا. اول شيء سولف معي واحنا نشتغل. طيب جميل. اول شيء يحتاج المستخدم الحماصه او اي يعني مستخدم حاب يدخل عالم التحميص هو ميزان لوزن كمية البن الأخضر قبل إدخال البن في محمصة ديمور أو محمصة المفضلة. محمصة ديمور تعمل بكميات جيدة تبدأ من 100 جرام إلى 400 جرام على حسب رغبة المستخدم ونوع البن المستخدم. نوع البن ريحة القهوة الخضراء زي الفول. أنا بحب يعني أعطي تجربتي للمتابعين يعني عشان يعرف. جميل جميل. انواع القهوه الخضراء طبعا بطرق المعالجه المختلفه، المجفف راح تبان فيها نكهه الفاكهيه سبحان الله بشكل مميز جدا. القهوه المغسوله راح تكون نكهاتها او ريحتها وهي خضراء ريحه رطبه، ريحه اعشاب، ريحه. فانصحكم دائما بتجربتها لانه شيء غريب جدا ولذيذ حقيقه. عندنا كوستاريكا سانتا ماريا
حلو. بيت التحميص الان صار يوفر انواع قهوه خضراء مختلفه، ثلاث انواع حاليا باذن الله راح تزيد. بدانا ببيرو نوراندينو، وهي قهوه عشقها الكثير لما كانت تنزل بيت التحميص، قهوه محمصه. بيرو نوراندينو عضويه وبتجاره عادله ومباشره مع جمعيه نوراندينو في بيرو، جمهوريه بيرو. نوع القهوه الثاني هي كوستاريكا سانتا ماريا، مزرعه واحده فقط. كوستاريكا تتميز بنكهات لطيفة جدا، مكسرات، شوكولاتة، كاكاو، بينما بيرو فيها مستوى فاكهية وحمضية لطيف وموزون. النوع الثالث اللي نزل اللي هي من البرازيل، ألتا موجيانا، على هضبات موجيانا المميزة، وهذه مناسبة لعشاق القهوة، مثلا للإسبريسو أو للسنجل أوريجن إسبريسو يعني، أو المزيج مثلا ممكن تخلطون كوستاريكا مع البرازيل، بالامكان استخدامها كقهوه عربيه ايضا. لكن انصح للشخص اللي حاب يبدا يحمص على بيمور انه يبدا بقهوه مغسوله 100 جرام على اساس يوزن او توزن وتعرف التغيرات اللي تحصل اثناء عمليه التحميص. بدانا الان 100 جرام باريستا علي من نوع قهوه كوستاريكا، طبعا حماقه فيها. بدنا اخوان وسلم، شو هاي؟ هذه سله لتجميع القشور اثناء عمليه التحميص، ينتج قشور تنزل على سطح الحماصه، فهذه السله هدفها فقط حمايه الارضيه وسهوله التنظيف، على اساس لما نشيلها قشور القهوه تنزل في السله هذه. طيب هسه لازم احط القهوه مباشره؟ اي صح؟ ايوه، هذا درم التحميص او اسطوانه التحميص. طبعا فتح مميزة. جميل. من مميزات بيمور وجود فتحات تهوية داخل التحميص عشان تنقل عملية التحميص الهوائي بشكل مميز، أيضا وجود شفرات. يا سلام. وأيضا وجود شفرات. شاطر. أيضا وجود تلميذ مطيع، ما عليك. كفو والله، برافو. طيب. وأيضا وجود شفرات لتدوير البن الأخضر بشكل ممتاز. لاحظت اخونا اسامه، طبعا مش مشكله ولا عيب بالماكينه، لكن المستخدم يعني ابو ادم يعني لما تيجي ترجع هاي محلها بدك تدير بالك شوي، يعني احيانا تجيش معك من اول مره، حتى اربع خمس مرات اذا حطيته وانت مغمض موضوع شوي في لكه، يعني بالاول لاحظت انه لازم تحط صح. لازم تطول لكم ثواني شوي صح، المتابعين يشوفوا بعد. يا سلام عليك. يلا وقت وانت شايفين هون هون. ايوه، اسطوانه التحميص طبعا مثبته من جهتين، جهه فيها المحرك اللي يدور وجهه ثانيه مثبته بزي الخطاف على جنب. فادخال اسطوانه التحميص راح يحتاج له تاكد بس انها ثبتت في المكان الصحيح، اول مرتين ثلاث مرات راح يواجه المستخدم بعض الصعوبه فيها، بس بعدها ان شاء الله راح تكون اسهل، لكن تاكدوا من تثبيتها بشكل جيد عشان اسطوانه التحميص تدور. بعدها نركب سله التحميص. ممتاز. بعدها ركب سلة تجميع القشور أو طبعا تقريبا أنا عارف كل الخطوات، لكن بحب شوي شوي خذ على أساس إنه حلو. لا ممتاز ممتاز، يعرفوا يعني رجعها محلها هسه، رجعها محلها أبو آدم. واحدة من الأشياء اللي أنا وجدتها تفيدني هو تسخين الحماصة قبل التحميص. إيه؟ ممكن أختار أي بروفايل. إي عادي، ممكن عادي ما في مشكلة، ممكن تحمص، ممكن تسخن الحماصة قبل إدخال البن. شلون؟ على اساس كانك تحمصها مباشره، يعني اختار مثلا وصفه التحميص خليها تحمص دقيقه، نص دقيقه، دقيقه ونص، ما في مشكله. تمام؟ هذا دز لين يوقف، ما يفوت يصير لين يوقف. اي بس تاكد انه في مكانه. دز يعني ادفع. نقولها دز دز. الدنيا الله بس دز عادي نقولها. مالك بالدز بالهوشات بالجامعات، مالك بالدز دشر بدشر. ايوه. طيب الان حطينا لازم شوي تفكها ضروري. اكيد لازم. طيب اسكر ولا اشغل؟ لا لا. ها؟ حلو، سكرنا. طيب هسه عندي 100 جرام، لازم اختار 100 جرام صح؟ يا سلام عليك، تختار كميه البن اللي موجود. لو بالغلط لقيت 200 جرام هو ما في ما في ما في ما في غلط، ما في مشكله، بس زياده كميه القهوه راح تخلي البروفايل يعطي او وصفه التحميص تعطي حراره اعلى، لانه الحراره المطلوبه لتحميص 100 جرام اقل من الحراره المطلوبه لتحميص 200 جرام، و200 جرام اقل حراره من 400 جرام.
فالافضل اي فلازم انك تختار الكميه الصحيحه المطلوبه. عند اختيار 100 جرام راح تشوف على الشاشه يوضح لك اي وصفه تم اختيارها. اعطاني هنا حاليا واضح طبعا الجزء قاعد حلو شكل الصوره بس مكتوب هنا مثلا البي 1 بي يعني شو يعني بي؟ بي وصفه التحميص. جميل عشان المتابعين اي عشان المتابعين ما عشان ثمان دقائق و30 ثانيه. يا سلام، هذا الوقت المطلوب لتحميص 100 جرام قهوه سريع تقريبي طبعا. وهذه ميزه في الحماصه ان تقدر تزيد كميه وقت القهوه اثناء عمليه التحميص. تقول والله انا وصلت يا سلام عليك، زياده او نقصان زائد اقربلهم شوي. يا ليت والله اسامه، سؤال تعال هسه طالما الموضوع هيك بسيط يعني كم سولف في 8 دقائق و30 ثانيه، وين المشكله انا اذا طف اذا اذا عملت اول دفعه وقفت شوي بعدين بعد ربع ساعه يا اخي فقعت لي كمان 100 جرام، وين المشكله؟ وما في مشكلة، الحماصة يقترح تركها يعني بعد التحميص، بعد كل باتش تحميص وآخر 45 دقيقة إلى ساعة. بس من تجاربي ما في مشكلة، من تجاربي أنا حمصت أثناء مرحلة التبريد مثلا، بدأت أجهز الباتش الثاني، قلت والله بحمص 3 باتشات 4 باتشات من نفس نوع البن بدرجات متفاوتة مثلا، أو بحمص 3 عينات. اسمعوا يا جماعة، ها شاف الشب عشان تكون نكهات. يا سلام يا سلام عليك، بالضبط عشان اذوب النكهات والقى النكهه اللي انسب بالنسبه لي. ابدا اجمع القهوه مثلا بعد انتهاء التحميص، اجمعها واصير مستعد انا الجلسه اللي بعدها. هو ما يقترح، لكن انا يعني جربت خلال 15 20 دقيقه من عمليه التحميص، الحماصه تجاوبت معي بتجاوب مميز، لكن الافضل بحسب توجيهات الشركه المصنعه تركها 45 دقيقه الى ساعه بعد انتهاء الحمصه الاولى عشان تبرد وترجع لك الحماصه بشكل كويس. فاخترنا اول شيء 100 جرام. تفضل عندك سؤال. ونسيت قطع الشعرات نسيت. ايوه نرجسي. عاد موضوع مهم والله، وين راح الموضوع؟ يا عيب العيب يا بارم بث ولا وانا قاعد اتفرج. واحد جوعان دايت. الحمد لله ذكرنا. طبعا في خصم على الحماصه صح؟ عشان في ناس قاعد تفرج ما شاء الله. صحيح. يا اخي يقول اليوم لكم خصم باستخدام كود انتم يا المشاهدين الان، باستخدام كود بالي باريستا علي، اختصار باريستا علي بالي، خصم 10% على حماص كفو، على حماصه بيمور لكم خصيصا عن طريق المتجر الالكتروني فقط. تدخل على المتجر الالكتروني، دخل الكود بالي، راح تحصل مباشرة على خصم 10% على محمصة بيمور. طبعا انت الوكيل الحصري وين؟ في الشرق الاوسط. انت حاسبها صح يا حجي. الحمد لله. لا بمزح معاك. المهم طيب حطينا وين صرنا؟ بي 1 تمام؟ اعطاني 8 دقائق و30 ثانية. جميل. شو اصعب هسه؟ ستار؟ الحين اذا بعض يعني مثلا اضغط مثلا وصفة معينة والقى نفسي والله مش متاكد، ابغى اكنسل، ابغى اضغط اوف وارجع اشغلها من جديد. سهله جدا، اوف وتختار الوقت. اي والله صفر. ايوه ايه فالان تقدر شغلها. اضغط ايوه. لا اضغط ايه خربانه. ايوه ثواني ثواني. لا اول شيء 100 جرام. ايوه حلو. لا يا جماعه شغال حلو. 100 جرام اللي هو اللي بعدين اختار الوصفه. حلو البي 1 حلو. ايه بي 1. طيب البي 1 والبي 2 والبي 3 وال4 وال5 بقدر اذا حطيت بي 2 شو راح يصير؟ نفس الوقت نفس الشيء، شو الفرق؟ حلو، درجة الحرارة الآن. الحماصة الحماصة في بي 1 مثلا راح تعطي درجات يعني متزايدة من الحرارة، بعدين توقف عند الفيرست كراك بدرجة أخف، خلاص تمشي على نفس الوصفة هذه. جميل، يعني لو حمصتني 5 مرات بي 1 لحد بي 5 كل واحدة راح تكون بحرارة مختلفة. أكيد أكيد. يعني لازم كل واحده راح يكون لها نكهه مختلفه. وين الاساس؟ ايوه يا سلام عليك، كل واحده راح يكون لها نكهه مختلفه بسيطه عندي. يعني 10 درجات الحراره. طيب اسامه حاليا بعد ما حطينا، اللهم صل على سيدنا محمد، وين كنا؟ كل شيء جاهز عندنا. بي 1 ال 100 جرام اعطيها ستارت. اعطيها ستارت. قول بسم الله. هاي السلامه. اقرب لهم. لا جميل جدا. طيب
طبعا اذا بديت احمص باستخدام ديمار اشغل مؤقت عندي. السبب من تشغيل مؤقت اني اعرف وين وصلت مثلا. اشغل مؤقت بالميزان ولا ممكن بالميزان؟ نعم ميزان جيمي في مؤقت مدمج وبالامكان استخدامه كمؤقت او استخدام الجوال. يا سلام عليك حطوا الفيديو. اي والله فهمت انا. اي بس راح يكون شوي سطح العمل حار، واتوقع ما في مشكله بالنسبه للحماصه لانه ميزان جيمي مصمم للعمل على محضرات القهوه الاسبريسو، وبالتالي يكون في مصدر حراره فلا باس ان شاء الله. لكن افضل انه السطح اللي فوق ما يكون ملامس لاي اجزاء اخرى. يا سلام ابو هذا في المكتب يا جماعه. اذر سلام عليك يا الله. يا سلام هون هون ودا بس طهج. المهم بنشب يا ابو هذا بركز ركز. طيب الان صارت القهوه تتحمص جوا. في لمبه نقدر نطفيها لو ما حبينا مثلا نشغل لمبه، او نقدر نخليها هون اللايت. ايوه اذا بكبسه. ايوه اوه شوف شوف جوا. اي هنا تشوفون مصادر الحراره. هنا راح تشوف مصادر الحراره اللي تعطيها الحماصه، راح تطفي وتقفل وتشتغل على حسب الوصفه المطلوبه وعلى حسب مستوى الحراره. باريستا لو نوجه على الشاشه الله يعطيك العافيه، شاشه الحماصه تبشر بالجنه. لو نضغط على A راح نشوف. خليك ضاغط على A. ايوه اضغط وخليك ضاغط. راح تشوف درجه الحراره الان للهواء قاعده تزيد، اللي هي درجه حراره المحيط للحماصه. اضغط على B تفضلا. راح تشوف الان هذا درجه الحراره التقريبيه للبن. اذا هي تعطينا درجه حراره الهواء زائد درجه حراره البن التقريبيه عشان نقدر نعرف احنا وين في التحميص. طبعا الارقام هاي انا ما بقدر اتحكم فيها مبدئيا حاليا. لا هذه درجات حراره. لا هذه درجات حراره للبن نفسه، راح تشوفها تطلع معك اثناء عمليه التحميص. هنا رائد التحميص يقول والله انا وصلت الفيرست كراك في درجه مثلا اتوقع انها 130. شو يعني فيرست كراك؟ لا ضيعناش. شو فيرست كراك؟ الفيرست كراك اللي هو الفرقعه الاولى وقت نضوج البن تقريبا. أيوة. ووصول نعم ووصولها لدرجه التحميص. يعني في قبل ما لا مؤاخذه تهون عشان ما اضيع شري بعد ما المتابعين. انت قلت الفيرست سوك كراش. فيرست كراك هاي اللي هو الفرقعه الاولى. الكسره الاولى هاي معناها البن قرب يجهز صح؟ البن خلاص نضج تقريبا يعني. لما شو شلون راح اعرف اني وصلت؟ راح اسمع الصوت ولا شو يعني؟ اكيد اي راح تسمع صوت زي اقرب صوت لها البوب كورن. صوت الانفشار كامل. كيف؟ لما يوقف الصوت كامل؟ لما يوقف الصوت انت انتهت مرحله الفيرست كراك وبدات تنتقل الى مرحله ثانيه اسمها السكند كراك. هذه مرحله اللي تبدا زيوت القهوه بالظهور، وهذه اللي تصير فيها القهوه بدات بالاحتراق اكثر من انها تتحمص يعني. فلازم اذا نبغى نوصلها للسكند كراك نكون حذرين من الاستخدام. ومن خصائص الامان في حماصه بيمور انها ما توصل درجات حراره عاليه جدا، ممكن تسبب لا قدر الله احتراق البن، راح ترن او توقف على العمل مباشره. هنا تقدر تشوف والله انه انا 6 دقائق باقي مثلا، لان الحماصه بارده والقهوه يمكن بارد، انا ممكن ازيد وقت التحميص 2 دقائق زياده. او اذا وصلت للمرحله الاخيره. نعم ايه تزيد او تنقص على حسب الرقم. طيب خليه مبدئيا راح لقدام شوي. زين. شو سي وديها برا؟ سي هذا اذا وصلت مرحله الفيرست تراك سمعت ان البن بدا يتكسر راح تضغط سي، راح تنتقل من بروفايل 1 2 3 4 5 تقريبا الى البروفايل اللي هو الكراك. هذا راح يتوقف عمل الحراره الخلفيه، وفي حراره عليا بس تعطيك يعني حراره كافيه لنضوج القهوه وليس التحميص. يعني الموضوع مش موضوع انه بس اكبس ستارت وروح اقعد، لازم تراقب ظلك واقف فوق شوي. طبعا من اسباب الامان انه انت تحمص والحماصه امامك. يعني بالامكان طبعا تشغيلها، على سبيل المثال انا اشغلها اروح اجيب البن الاخضر الثاني وارجع نص دقيقه دقيقه، ان شاء الله ما فيها مشكله وانت الحكم في ذلك. بامكانك البقاء باستمرار اثناء عمليه التحميص وهذا اللي انصح فيه، لكن انا اروح اجيب البن، اجيب الكيس اللي بحفظ فيه القهوه، ارد على التليفون، الحماصه امامي تعمل. في خاصيه امان اذا وصلت لوقت معين قبل انتهاء مرحله التحميص راح ترن تعطيني تنبيه انه انا لازم اضغط ستارت عشان تتاكد انه انا موجود، ما رحت وخليتها لمكان وتتحمص لحالها. هاي قبل الانتهاء قبل الانتهاء. لا
بدقيقتين او 3 دقائق تقريبا على حسب البروفايل، ممكن 4 دقائق اذا بروفايل في 1 وكميه اكثر، راح حلو تعطيني التنبيه هذا، اذا انا ما تجاوبت معاها في التنبيه راح توقف عمليه التحميس. طيب فهذه من خصائص الامان اللي موجوده فيها. هذا حلو سي. دي هو اللي يسرع الدرم او اسطوانه التحميس، فتقدر تضغط دي الان، باريستا علي فضلا، راح تشوف الدرم يسرع معك اكثر. اعطاها الفجائي زي معك سياره اوتوماتيك. ايوه الفجائي، ايه، فيصير دوران الاسطوانه اسرع، بالتالي التحميص زياده الحراره حتكون طيب اعلى. الدي هذا لازم استخدمه ولا ايش اخونا اسامه؟ لا اختياري اختياري. يعني هاي حركات فنانيه شوي. حركات فنانيه، سلام يعني عليك. انا بجوز استخدم دي وهذه اخر مثلا دقيقه او دقيقتين هيك، انه يعني ها اكتشف شو راح يصير. ممكن، بس مثلا اللي ينصح فيه مثلا انه الدي يستخدم في البدايه مثلا الين وقت نضوج القهوه مثلا قبل الفيرست كراك او على الفيرست حلو كراك، نشيل الدي وتصير القهوه تتحمص على راحتها على قولتهم، جميل. وبالتالي انا اطول مرحله تطور البن الديفلوبمنت اللي صحيح معروفه في عالم التحميص باسمها ديفلوبمنت. فكيف اطاله الديفلوبمنت؟ هو عبر استخدام الدي ايه لتغطيه الدرم. ايوه عادي، تقول انت موجود ولا لا، تعطيك عداد 30 ثانيه، شو صار افتح اضغط ستارت، اضغط ستارت. والله في ريحه، اوه تقول قاعد سلام بكر عليكم. هذا المونت المونت، وين ستارت بتاعي صح؟ ستارت، ايوه ايوه خلاص الان بقى عندك دقيقه الريحه الريحه، و50. اوه ممتاز، هذا هو، الله خلاص قول كذا ويلي وين الجيران، قول تعال كذا. تعال. طيب لكن اللي حلو اذا منه تبغى اخونا اسامه ما شاء الله هاديه، يعني ايه الله الريحه، استنى استنى، اوه ضاع ابو ادم، ها هسه بلاش تطلع الريحه، اداها حلو. جميل جدا. يعني تخيل انا شخصيا لو عندي كافي شوب ان شاء الله بالمستقبل، جميل جدا هاي تكون مثلا قدام الزباين على اساس يشوفوها باليوم مره مرتين في فترات معينه، تعطي خلينا نقول يمكن ريحه جميله خفيفه، ما يعني الناس راح تحب هذا الشيء، انك انت والله بتحاول قدر الامكان تقدم للناس ايش انت مسويه. صح، جميل جدا. كلام كبير ما شاء الله. الان في تقدر تزيد طقطقه، وقت اسمع اسمع، التحميص. في طقطقه قاعد بفقع والله، في صوت دب دب. خلاص اضغط كراي، اضغط سي. الان شفت اضغط طبيعي زاد ولا الوقت شو؟ عندك. إيه لا خلاص ضغطت مره واحده، خلاص يكفي. الان زاد عندك وقت التحميص، كان نازل الى اقل من دقيقه و20 ثانيه، دقيقه و15 زاد ثانيه. والله، ايوه هذا الان، قاعد ايوه سامع الصوت قاعد طط 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 ولعت. ايوه اي الان اذا انت تحس انه والله قهوتك نضجت خلاص ما تبغى فيها زياده تحميص، راح تروح مرحله التبريد. اذا تقول والله لا انا ابغاها داكنه شوي، شوف المؤقت اللي عندك، انا وصلت مثلا 9 دقائق والله و25 فكرة ثانيه. جميلة يا أسامة، شكلها جميل. ايوه اي اي طيب خلاص، أحط اذا شو شكلها رأيك؟ جميل وين أحط؟ اضغط كول تبريد. ولا استنى أبو آدم طماع، أعطيها كمان 20 ثانية، استنى شو استنى. يلا طيب. أوه ما شاء الله. طبعا بالحالة هاي التخزين بقدر أحطها بقطراميز يا أسامة وأسكر عليها؟ عرف لي قطراميز يا قطراميز، باريستا. ألا وهو الشيء برطمان. قطراميز، أدبر حالك، تبع نحط فيه مربى معقود داري، شو قطراميز؟ برطمان برطمان. لا الافضل طبعا ترك القهوه في اكياس مخصصه، باذن الله راح تنزل قريبا اكياس حطيت كولن. مخصصه. اي كل الان صارت 13 دقيقه بعد تنازلي للتبريد، فتقدر تحفظ. والسلام، ايوه خلاص الان وقفت عمليه التحميص، الله صار يرحم عندك. عليك كريم التحميص يا اسامه، الله يعينك. السلام عليكم. ف ايش كان اسم المشروع حقك؟ بن التحميس. لا انا دار التحميص، هذا لي دار التحميص دار ان التحميص. شاء الله. برافو. بعدين اذا افتح في السعوديه اسامه كافيه وش زي هيك، اسامه للقهوه، وانا بفتح اصطهاد العلي. افتح كل راس مالك حلال. لا يا جماعه الخير ديروا بالكم منه، اخذ مني فلوسي. والله اداء طيب جميل، لكن لما اداء كتبت جميل. الكول يا اسامه لحاله خلاص عمل السرعه بالدوران. ايه لما تسوي كول راح يزيد دوران الدرم عشان التبريد يصير اسرع، لانه قاعدين نشوف مع زياده الدوران راح يصير فيه الهواء اكثر. والله اللايف هذا كيفيه، خلاص كل يوم لايف يا حجي. لسه من يومين كنت بالاخبار الفنلنديه لايف، بعود على اللايف خلاص. كفو 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 كفو، تستاهل. والله الريحه، والله اوه جميل جدا. بعض الاشخاص باريستا علي ممكن يفضل انه بعد عمليه الكول هذه التبريد يوقف الحماصه بعدها بدقيقه، بس دقيقتين، يوقف الحماصه ويجيب
نسميها احنا الدشوز، نسميها يعني شيء يمنع الحراره، تقدر تمسك فيها الاسطوانه هذه وتوديها لصحن تبريد مستقل عشان تسرع عمليه التبريد. بس انا اللي اسويه اخليها في الحماصه تبرد، ممكن افتح باب الحماصه جزئيا حلو. عشان تتم عمليه التبريد. والله ده جميل. لازم نشوف بعد لما تخلص ان شاء الله شو الاجراءات بعدين، شو لازم نصور. طيب بعد ما تخلص انت راح تاخذ الاسطوانه هذه نفس ما سويت ادخال البن، راح تسوي اخراج للبن في حاويه برطمان او اي شيء، بس حاول انه يكون يسمح للقهوه بالتنفس. مثلا حافظات اتموس من بيت التحميص من فيلو، الحافظات هذه تقدر تحفظ فيها البن، القهوه تتنفس بس ما يدخلها اي هواء من الداخل، متوفره بزجاج او ستينلس ستيل على حسب الرغبه. فاي حافظه تخلي القهوه بن، تخلي القهوه يعني تتنفس، هي الحاويه الانسب. يعني حاليا احنا لما نخلص عمليه التحميص، حلو السيتويشن هذا، حلو الامور. حلو. لما نخلص عمليه التحميص ان شاء الله لازم نحط الكيس يكون فيه تسريب هوائي، ولا لازم نضغطها كامله؟ الافضل انه يكون في صمام يخلي القهوه تتنفس، وهذه ان شاء الله راح تنزل من بيت التحميص، راح تكون اكياس ساده بحيث انها تكون جاهزه، العميل يكتب عليها او الحماص يكتب عليها اسم القهوه، تاريخ التحميص، درجه التحميص، البروفايل مثلا بي 1، اي تغيرات يفضلها الحماص. ايوه تبخر. طيب لا تبخر بخر يا ابو. انا احيانا بجيب مثلا قهوه بشتري او بجيني هدايا بكون ما فيها التسريب هذا، عادي ولا لا؟ الافضل انه يكون فيها على اساس ما تنكتم القهوه بالداخل. شو يعني القهوه غازات القهوه؟ هسه شلون الغازات راح تيجي على الهاي؟ القهوه ينتج منها سي او 2، غاز ثاني اكسيد الكربون بعد عمليه التحميص، وهذا هو اللي يعطي القهوه البلوم، ملامسه الماء للبن يطلع الغاز هذا، التفاعل هذا هو اللي يعطي القهوه البلوم. فالقهوه اللي طولت من التحميص 3 شهور، الغازات اللي فيها كلها راحت والنكهات اللي فيها كلها راحت، وبالتالي ما تعطي بلوم هذا. فحفظ القهوه في اكياس او برطمانات مخصصه لحفظ القهوه تسمح للقهوه انها تتنفس زي الانسان، لا تكتم نفسك، تحتاج انت الاكسجين، القهوه ضد الاكسجين، تحتاج تتنفس بس تطلع السي او 2. فالصمام هذا عامل اساسي جدا، شخصيا اشوف انه بدونه القهوه راح تخسر كثير من نكهاتها اذا حفظت لمده طويله، 2 3 اسابيع راح يفسد البن. راح نستنى حبيبنا اسامه، نستفيد منك ما شاء الله، انت معلوماتك جميله جدا بالتحميص وانا حاب استفيد. وهذا ان شاء الله في عندنا هنا في وهذا الهدف. حبيب قلبي، في عندنا في فنلندا من غير ذكر اسماء محل محمص، يعني هو القهوه عندهم والله يا اخوان، والله بحلف بالله، كيلو القهوه عندهم تصل لل 70 و80 يورو، 60 يورو، 50 يورو، موجود عندنا رخيص، موجود لحد 30 يورو، احيانا 25 يورو، لكن هذول الجماعه ما بدريش لويش، ماشيين على نظام الغالي كثير او اقلب وجهك تشتريش، ما بدريش لويش. المهم القهوه عندهم مطربانات، شو اسمه عندكم مطربان؟ برطمان. ايه مرطبان، واحيانا مكشوفه. شو رايك بالموضوع؟ انا بستغرب. لا المكشوف خلص. إيه؟ شو هذا قاعد مسوي؟ هو قد يكون لهم استراتيجيه معينه في البن، ما اقدر احكم عليهم خاصه اني ما شفت ايش البن، بس الافضل شخصيا لما احفظ القهوه احفظها في اكياسها المخصصه اللي تخلي القهوه تتنفس ما يدخلها اي هواء من الخارج، بعيد عن روائح العطور، البخور، الطبخ، بعيد عن الثلاجه. ما أيوة. في الثلاجه، لان حفظها في الثلاجه يزيد الرطوبه وتكتسب نكهات وريحه فريزر. الثلاجه فريزر. نفسها ولا فريزر. ايوه اسمعوا يا جماعه، انا عشان طيب احفظوها في درجه حراره الغرفه. القهوه المكشوفه، يعني في ناس يقول لك ابو ادم يصير القهوه تكون مكشوفه، شو رايك بالموضوع هذا؟ يعني عندك قهوه جاهزه افتحها لي وتكون مكشوفه، بياثر هذا على النكهات وعلى الكريمه وعلى الاداء؟ يعني اذا مكشوفه مثلا داخل حاويه الطحن للمطاحن قصدك كذا ولا ايش؟ لا انا قصدي مثلا قلت لك مثلا هذول الجماعه اللي بروح اشتري عندهم قهوه على سبيل المثال، احيانا بتفوت على الاسواق الشعبيه عندنا بالاردن، عندكم بالسعوديه، ما شاء الله باي مكان، الكل على راسي هلا والله، بتفوت تلاقيه حاط لك 20 كيلو مكشوفات وقاعد يشيل لك، تقول قاعد تشتري حمص عادي؟ لا الافضل انها ما تكون مكشوفه، اولا الحفاظ عليها من اي تعرض للبيئه،
يعني للأكسجين أو للروائح الأخرى، روائح البهارات الموجودة الأخرى. فدائما أنصح إنه القهوة تكون في مكان مغلق، مو بشرط إنه يكون برطمان أو إنه يكون يعني، بس أهم شيء يحفظها عن البيئة الخارجية. افضل حراره لحفظ القهوه. انا مثلا عندنا في فنلندا الروم تمبرتشر انجليزي، يا سلام عليك، عندنا درس حلال في غرفة. حراره الغرف عندنا في فنلندا ثابته منخفضة. 21 22 الطبيعي، الطبيعي عندكم ما شاء الله بالسعوديه والاردن عندنا بعد تصل كثير، يعني عارف 30 32 40 41 صحيح. 45 صحيح. بيأثر على القهوه. اي على المستوى الطويل يأثر. دائما احفظ القهوه في مكان ودرجه حراره انت نفسك تكون مرتاح فيها. يعني درجه حراره الغرفه مثلا 24 25، يمكن في السعوديه 28 توصل لبعض عادي المناطق درجه حراره الغرفه مقبوله الى حد ما. اذا انت بديت تضايق في هذه الحراره معناته انه القهوه ايضا راح تنزعج من هذه الحراره، خاصه اذا تركت لمده طويله 3 اسابيع شهر. فالافضل انها تكون درجه حراره ثابته بعيده عن المتقلبات، متقلبات تقلبات اسف، تكون غير معرضة للعطور البخور، مرة براد مرة حرارة مرة رطوبة مرة جفاف، هذا يأثر على الكهرباء. لانه والله اكثر الاسئله هاي بتجيني ما شاء الله من حبايب متابعين، وانت زي ما انت عارف يعني اغلب المتابعين كلكم على ايد وراس، لكن ما شاء الله من السعوديه بيقولوا ابو ادم احنا الحراره عندنا عاليه نحطها بالثلاجه. انا بالثلاجه دائما اقول لا يا جماعه القهوه يعني مكانها مش الثلاجه ابدا صحيح ابدا. صحيح صحيح. تمام. ها عندنا بعد 4 دقائق وشوي تقدر على فكره تقدر توقف الان، هي طبعا 13 طب قول دقيقه. لي صار الساعه مستنى اضغط بيك. اوف، اضغط اوف. الله يهديك يا رجل ايوه دوشتني. رجع شغل هذه، رجع شغل. افتح افتح الباب. خلاص عرفت شلون اتعامل. اي والله كل يوم بث يا جماعه كل يوم. افتح خلاص؟ خلاص افتح. يا سلام. بسم الله. انتبه بس ما يكون حرارة عالية جدا عليك. هذا ماني مصلح هون، احنا مينتنس يا حجي. كفو. مالك يا قال لك لك يا ذيب اجر اذني. خليني اقرب الحبايب. طيب هسه الخطوة اللي بعديها ايه؟ شوف شلون يرفع التليفون يا عيب العيب. بس امورك طيبة. بسم الله. طيب يا حبيب القلب. انت فضل. قاعد تقرب للحماس، انا قاعد اقرب اكثر معك فحاسني لا لا الاداء الاداء اوه جدا جميل ما شاء الله. طيب الـ الـ ايوه هذا عادي ان شاء الله ما حيكون حار مره مقبول. يا راجل حار فينا وهذا وضع تمام. اسحب على تحت شوي. ايوه هذا يسحب على تحت. ايوه الاداء جيد صح يعني ال 100 جرام ما طلعش منه كثير قشور. لا خاصة لأنها قهوة مغسولة، فعشان كذا أنا أقول دائما ابدأ بقهوة أيوة. مغسولة يعني القهوة المجففة أصلا المغسولة مستوى القشور فيها منخفض جدا، المجففة مستوى القشور فيها راح يكون أعلى بكثير، عشان كذا دائما ممكن جميل ولد عادي يعني. يا سلام عليك يا سلام عليك. عشان كذا دائما أنصح إنه المستخدم يبدأ بقهوة مغسولة عشان القشور هذه يصبح التحكم فيها اسهل. اذا بدانا ب 400 جرام قهوه مجففه مستوى احتراق البن حيكون اعلى جدا لشخص غير محترف او غير متمرس في استخدام محمصه بيمور او اي محمصه اخرى. كثير لاقع يعني اعوذ بالله من هذا الشيء، كثير نسمع عن محامص للاسف واجهت حريق في 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 محامصها التجاريه لانهم ما يحرصوا على تنظيف القشور. فرجاء عند استخدام الحماصه مع كل استخدام فكوها، طلعوا البن حقكم واكنسوا، اكشطوا المحيط الداخلي جوا باستخدام المكنسة المرفقة معها أو الفرشة المرفقة معها. أنا أستخدم مكنسة شفط يدوية صغيرة أستخدم فيها لتنظيف داخل الحماصة. موضوع سهل جدا 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 لكنه يعني الكثير لسلامتكم إن شاء الله، وأيضا لسلامة البن. ما راح يصير شيء لا قدر الله كبير لكن راح يسبب تعثر نكهات البن. الان تقدر تسحب الاسطوانه. انصح ايضا واحده من الطرق اللي احنا نعرف يعني او انا استخدمها عشان اعرف كيف نتائج التحميص حقتي اني اوزن البن بعد التحميص عشان اشوف الفروقات اللي موجوده في البن.
الا تقعد تضحكوا علينا تقول له 200 جرام تروح على الدار 150 حتكون اقل اكيد طبعا لانه من عمليه التحميص راح تفرق. ثواني ثواني. يا والله والله المنظر شغل صوره. ايوه. من حقيقي الحقيقي ان شاء الله على الصور. طيب ها. والله مش صاخبه يا اسامه جميل. لا هي تعطيك 13 دقيقه من التبريد لكن انا 6-7 دقائق افتحها واخذها. نجيب الكل نقرب. اذا اول شيء سويناه اخترنا كميه القهوه اخترنا الوصفه المطلوبه وبدانا بتشغيل الحماصه. يكون عندنا مؤقت نقدر نقيس الوقت او نوزن الوقت او نحسب الوقت المستغرق في تحميص البن وندون اي ملاحظات اخرى. نقدر يعني المره الجايه ان شاء الله اذا بدي احمص بقدر استخدم بروفايل مثلا بي 2 على سبيل المثال. اكيد اي اكيد. بس لاحظت يا اخونا اسامه اوه استنى شوي مش عارف احط هيك حلو هيك حلو تمام زين لاحظت يا اخونا اسامه يعني على اي اي والله حامي من هنا هي الاجزاء اللي يكون مستوى المعدن فيها اكثر حيكون اكثر حراره طبيعي. لاحظت ان اللون على بي 1 طبعا بي 1 يعتبر للمتابعين بعد بي 1 يعتبر اقل درجه صح؟ لا بي 1 حيكون اعلى درجه. ايه دقول ولا صور غامقه شوي عشان كذا النضوج فيها جيد ما شاء الله ومناسب للقهوه المغسوله. جميل يعني حاليا البي 5 هو اقل شيء. البي 5 اهدى شيء. ايوه ها يعني مثلا عندك قهوه اثيوبيه مجففه يا سلام عليك عندك قهوه اثيوبيه مجففه مثلا 100 جرام حمص على بي 5 والدرم يكون سرعته ثابته. والله اوه سامع كلاب كبير ما شاء الله. ايوه بالحاله هاي القشور اخذت مني 15 جرام هات 10 ريالات جاي زي ما قلت 15 ريال اه بالضبط طيب كل قشره بريال كل قشره بريال طبعا اللي راح معك هو مستوى الرطوبه اللي موجود في البن زائد نسبه القشور زائد الويت الكثافه اللي فقدت اثناء عمليه التحميص. سلام نشيل الشحن الشحن منور ابو ادم سلام هلا مع ريحه القهوه مع شوف 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 اوه ما شاء الله ما شاء الله هذه حمصه ما شاء الله كانت بعد الفيرست كراك بدقيقه تقريبا او دقيقه ونصف يمكن عشان كذا اللون حيصير متوسط اللون وما شاء الله تناسق التحميص مميز خاصه ابو انت خطيره حد إيه انا قلت لك انا لما قلت لك خليها كمان 20 ثانيه يعني عرفت شو الموضوع يا حبيبي يا جماعه الخير توصيل لكل دول العالم التواصل على جميل جدا ما شاء الله طيب سؤال جدا مهم قبل ما نخلص مع الحبايب او نفتح لهم شويه الكومنتات ان شاء الله عندهم اسئله مهمه اللهم صل على سيدنا محمد طبعا راح احط بالستوري عندي اللي هو سعر الماكينه تعال تعال قديش سعر الماكينه 2140 ريال شامله ضريبه القيمه المضافه في السعوديه 15% لكن مع الخصم الخاص راح تنزل الى تقريبا 1000 اختبار رياضيات جيد هذا 1800 تقريبا ما يحضرني السعر بس بالتاكيد مع استخدام الكود بالي راح تحصلون على خصم 10% مقدم لكم من بيت التحميص تشجيعا لبداية استخدام محمصة بيمور وأيضا بإمكانكم اختيار ثلاث أنواع من القهوة الخضراء البرازيل موجيانا كوستاريكا سانتا ماريا والخيار الثالث بيرو نوراندينو العضوية فير تريد التجارة العادلة طيب أخونا أسامة اللهم صل على سيدنا محمد حاليا القهوة هاي لازم نحطها بأكياس تقريبا نفس الشكل هذا صح؟ صحيح صحيح جميل وسكر نستنى عليه خلينا نقول يعني على المضمون خمس ايام ست ايام امورك ان شاء الله من كثير اي من كثير قبل امس انا سويت تجربه على تفضل قبل امس انا سويت تجربه على سناب شات كانت انه والله انا بحمص وعلى طول مباشره بشرب القهوه بس قبل لا اشربها قلت بطحنها 15 20 دقيقه اخليها تتنفس شوي ممكن هذا يسرع من عمليه التحضير الفروقات نعم كانت موجودة لكن فعلا ما حسيت ان القهوة استطاعت تبرز كل نكهاتها بعد التحميص المباشر فالافضل تحمص وبعدين تترك يوم يومين ثلاثة
كل ما طالت المده 3 إلى 7 أيام كل ما صارت افضل، خاصه القهوه المجففه لانه نكهاتها التعقيد ما راح تبان الا بعد عده ايام من تاريخ التحديث. انا ان شاء الله بوعد المتابعين باذن الله بكره بجربها بطحنها. حلو حلو. بصاوي لي كوب هيك في 60 لا برميل، راح اشربه على جميع الاحوال، لكن خلينا نشوف طالما حاليا الغازات لسه موجوده فيها. بجوز صاوي عندي كريم كثير ايش اكيد صح ولا اخونا اسامه البلومينج؟ اكيد اكيد ايه، حتى على الاسبريسو باريستا وانت يعني يعني من عشاق الاسبريسو راح تشوف ان الاستخلاص عندك على القهوه الطازجه بزياده يطلع منه زي الفقاعات او يعني لا 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 إيه؟ سؤال آه. استفسار كلامك جميل جدا استفسار حلو. لا استفسار فقط آه. لا بس يمكن ما شفت هذا الشيء لانه انت تستخدم يا يعني نيكد بورتا فلتر او تستخدم السباوت الحادي يمكن اخونا اسامه حاليا على اساس نميز كخ اقول خبره متواضعه بالتحميص واللي قريت عنه بالتحميص انه قهوه الفلتر اسمعوا يا جماعه الخير ان شاء الله هاي المعلومه راح تكون مفيده عندنا كلياتنا واخونا اسامه موجود على اساس يعطينا الزبده والحلاوه يا سلام حلاوه كلها عندك سلام والله انت ردودك قويه سلام المهم بقول لك انه قهوه الفلتر هذا اللي انا بسمعه وبعرف وسالت حلو. ناس ما شاء الله انت عندك خبره اكثر منهم بكثير ناس عندهم بعد خبره سواء من استراليا زيارات الى ايطاليا معارض القهوه العالميه دائما امسكهم الراس تعال جاي لا افرمك فهمني على اساس انا عارف الجواب بس بحب اسمع منهم انه يا جماعه الخير قهوه الفلتر حبوب الفلتر تحميص الفلتر وتحميص الاسبريسو في بعض المحلات كاتب لك لكل شيء انا شخصيا خليني بس اكمل لك النقطة هاي احكي شوي انا ما شاء الله صاروخ بالحكي لكن مو بدي هدي هسه انا شخصيا كابو ادم ها كابو ادم بحب اذوق القهوة قبل ما اشتريها بحب اجرب عشرات انواع القهوة بعدين ارسي لي شهرين ثلاث على محصول معين ما بتدخلش دماغي انه القهوة هاي لكل شيء بعض الناس خلينا نقول 90% من اللي سالتهم محمصين خلينا نقول المحامص كبيرة جدا معروفة عالميا التقيت اياها بمعارض القهوه قالوا لي انه قهوه الاسبريسو تاخذ فتره اطول بالتحميص وحراره اعلى عشان تلسعها شوي هذا اللي قالوا لي اياه وقهوه الفلتر اقل شوي فتره اقل يعني على سبيل المثال لو احنا استخدمنا بالمحمص هاي البي 5 راح تكون انسب لقهوه الفلتر هل هذا الحكي صح؟ والله يعني هذه ميزه تعلم اشياء مختلفه في التحميص سؤال حلو ها اي سؤال جميل فتعلم الاشياء المختلفه تخليك انت كرائد تحميص او انت كرائده تحميص وباريستا تكتشف عشان كده دائما الحماص لازم يتكلم مع باريستا ايش اللي يبغاه الباريستا عشان الحماص يحاول يلتقي معاه في النص جميل. ممكن انت تاخذ الحمصه هذه تسوي منها فلتر وتطلع لذيذه بس تقول والله على الاسبريسو انا عجبتني اكثر لانه تعطيني كريمه اكثر مراره اعلى وضوح اكثر في القوام فهذه مناسبه بالنسبه لي انا كاسبريسو اجي انا اجربها اقول لك لا والله بس تعالي انا ما عجبتني لانه فيها كذا وكذا وكذا على الاسبريسو واللاتيه مرارتها عاليه فضلتها مثلا درجه حراره اخف شوي طحنه اخشن تعطيني قهوه كلاسيك قوامها ممتلئ واضح على الترشيح اكثر في شيء يسمونه اومني روست درجة تحميص مناسبة لدرجات مختلفة. الحماصين عادة يبحثون عن أفضل نكهات في البن ويجربونها في طرق تحضير مختلفة. ممكن النوع من أنواع القهوة يكون فيه تعقيد عالي جدا في النكهات بوصفة تحميص مناسبة للترشيح والكولد برو مثلا التقطير البارد أو التحضير البارد والإسبريسو أو الإسبريسو مع الحليب يعني لاتيه كابتشينو فلات وايت ما إلى ذلك. وتسمى أمني روست لأنها يعني وضعت صح على كل النكهات هذه فكون أنه أنا أسمع بالتالي أنا راح أمشي مع هذا الشيء التحميص والقهوة فيه أشياء تعتمد على ذائقتك الشخصية فأمني روست أكيد بالإمكان الوصول له بدرجات حرارة متفاوتة P1 إلى P5 أو من أي حماصة تستخدمها كل اللي عليك تسويه أنك تجرب وتوجد النكهة اللي تناسبك أكيد جميل أشكرك طيب العفو احنا هنا إن شاء الله راح ننزل المعلومات بإذن الله بعض المعلومات عن المحمصة
عندي سواء سناب شات او بالانستغرام باذن الله، المتابعين عارفين موجودين معنا. حاب لانه احنا تمام خلاص خلصنا هيك قهوتنا موجوده، راح اصير بيع قهوه اونلاين ان شاء الله، نعمل شويه فلوس فلوس سواد. عقبال لن اقبل الشخص في بالي. راح نحط لهم العرض ان شاء الله عندي في الانستغرام وسناب شات، لكن لو حاب تفتح شوي الكومنت ندردش مع الحبايب. اكيد إيه اذا حدا عنده سؤال مهم مخمخة واضطهاد فوتوا لنا على سناب. يا سلام. عندكم اي سؤال مهم يا ريت تفضلوا يا حبايبنا. طبعا اخونا اسامه موجود، انا يتركوني بحالي. انا ما دخلني. لا بالعكس طبعا، لن اقبل احد الاشخاص المهمين ما شاء الله في 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 مجال القهوه وعنده اسمه يعني في في التحميص والتحضير، فلعله يفتح المجال ويقبل بالتحميص. انا خلاص يلا افتح لي محمص. موضوع بسيط وجميل يعني، عارف حاليا انا متحمس لبكره ولا بعد بكره والايام الجايه اقعد العب شوي بالاعدادات. جميل. هي هذه الميزه لحال واكتب على كل وحده، هاي تحمصت بي 1، الثانيه بي 5، الثالثه خليتها بي 1 لكن خليتها دقيقتين اكثر او العب بيها شوي شوي. صحيح، جميل جدا. هذه ميزه بي مور، انك تقدر تتحكم بوصفات معينه ومتعدده. انا في اسئله. ايوه عسانا نلحق شوي شوي. طيب شوي راح نحاول ان شاء الله بقدر المستطاع الاجابه على على طيب الاسئله الاكثر. نختار لك، انا اختار سؤال وانت سؤال. انا راح ابدا بالفرق بين المغسوله والمجففه، طرق معالجه مختلفه يمكن ذكرناها في البدايه، موجود في الهايلايت حق بيت التحميص، وموجود في الهايلايت حق حسابي انا على انستغرام من زياره مزارع القهوه، الفرق ما بين المغسوله والمجففه. لكن بشكل موجز وسريع، المغسوله تكون اخذوا كرز القهوه وقشروه وغسلوا القهوه، هي لازالت في قشرتها العازله وجففوها، وهذه نكهاتها عاده تكون حمضيه ليمون برتقال جريب فروت. المجففه اخذوا الكرز وجفف مباشره، تم تجفيفه مباشره على اسطح مرتفعه مع تقليد مستمر، وبالتالي بذور القهوه هذه اكتسبت نكهات التوت والكرز المحيط اللي هو كرز القهوه نفسه كرز البن، وبالتالي صارت نكهاتها فاكهيه وتوتيه اكثر. معك الميكروفون. انا بمشي لا حكمه لا نسالي ما شاء الله. هي استفسار اخونا اسامه، الله يسعدك ويحفظك ويخليك ويرزق الحبايب كلهم ويحفظهم. استفسار جميل جدا من المتابعين، انه البث يا ابو ادم، البث يا ابو ادم راح ينحفظ، راح تنزله عندك بالاي جي تي في بحول الله. بحول الله سيتم حفظ البث عشان يكون مرجع لكم ان شاء الله عن طرق التحضير. راح تنزله على الاي جي يعني عندك ولا اليوتيوب عشان الناس تعرف؟ باذن الله على الاي جي تي في، على الانستغرام، قناه الانستغرام بيت التحميص حيكون محفوظ في قسم التلفزيون ان شاء الله باذن الله. حلو يعني جماعه الخير، ان شاء الله اي حد فات البث راح يكون موجود ان شاء الله وفي كل المعلومات. ابو ادم شو اخبارك؟ انا مكيف والله. الله اكبر عليهم اخونا سامي. شوف عندك يعني اسئله كثير والله ما شاء الله. طيب لماذا لماذا فطير الغيوم بالسماء؟ سؤال يراودني. هل الافضل الدخول في مرحله التبريد قبل الانتهاء من الفيرست كراك بحكم درجه الحراره داخل المحمصه لكي لا تزيد درجه الحمص؟ اخونا اسامه عندك السؤال. سامعني اسامه؟ اسامه تمام الصوت شوي بعد شوي بعد الان واضح؟ والله شوي بعد بس امورك طيبه. كمل كمل. طيب بشكل سريع، انا افضل ان ما نطفي عمليه، ما نوقف عمليه التحميص. اي لحظه انت ممكن تقدر تفتح طرف الحماصه وبالتالي تنخفض درجه التحميص. احسن من انك توقف التحميص ولا زالت القهوه ما نضجت، راح تلقى نفسك اوقفت عمليه التحميص وللاسف ما نضجت نكهاتها. ثواني شوي، يمكن عشان في كومنتات كثيره وقف ما شاء الله الصوت. طيب الناس ترجع تقول الصوت بيقطع، الصوت بيقطع او ما في صوت.
طيب خلونا نوقف الكومنتات اجل شوي ثواني، اعذروني يا اخوان، سامحونا سامحونا. ما شاء الله ضغط الصوت واضح. أين توفر البن غير محمص؟ ليش بعض المحاصيل المجففة ما يكون فيها إيحاءات؟ فقط حمضية ومرارة وقوام، له علاقة بالحمص؟ وإيش فرق حمص الكميات الكبيرة على الصغيرة؟ السؤال الصوت واضح يا اخوان ولا لسه ما في؟ تضبط الصوت، في ناس كانت ما شاء الله الضبط واضح. طيب احنا وقفنا الكومنتات، نعتذر منكم بس لانه ما شاء الله الكومنتات عاليه جدا. فكانت بعض الاسئله انه هل ايقاف عمليه التحميص قبل، يعني اول ما تصير الفيرست كراك، نعم تقدر توقفها بس حاول انك توقفها في درجه حراره ما تاثر على عمليه التحميص، توقف العمليه، لانه يعني مجرد ايقاف التحميص راح تطفأ الحراره، وبالتالي ممكن يصير عندك شيء اسمه بيكنج او ستولينج، الخبز، انتقال من تحميص الى خبز، وبالتالي راح تخسر كثير من نكهات القهوه. فجرب مثلا قول والله 20 ثانيه بعد الفيرست كراك راح اسوي كولينج، هل تنفع معك؟ اتوقع لا بس جرب. جميل يمكن جميل على السريع اتوقع بعض الاسئله اللي كانت موجوده، اذا تسمحوا لنا نسمح بالاسئله هنا عن طريق الاسئله بشكل مباشر، فبالامكان احد ينزل تحت على اليمين ويكتب السؤال او تكتب السؤال اذا كان في الامكان وصول هذا الشيء. من الاسئله اللي قريتها بشكل سريع كانت هل هو خطر اني انا اشرب القهوه بعد التحميص مباشره؟ ان شاء الله ما في مستوى خطوره، لكن النكهات ما راح تكون واضحه، فهذا كان سؤال جدا مهم الاجابه عليه، لقطتها بسرعه. راح نحاول طبعا ان شاء الله انه نفتح المجال للاستفسارات والاجابه عن طريق الكومنت على الفيديو. عندنا الاخوات في التسويق الرقمي ما شاء الله دائما مهتمين، الله يعطيهم العافيه، بمتابعه الاخوان والاخوات في التسويق الرقمي، بمتابعه الملاحظات والاستفسارات على الانستغرام. فاذا لا زال عندكم اسئله ما قدرنا نجاوب عليها الان، ارجوكم الخيار متاح دائما، لا تخشون من السؤال، ما في شيء، ما في سؤال يحسس انه والله عيب ممكن اسال هذا ايش يقولون عندي، لا بالعكس الاسئله دائما متاحه للجمهور. وهذه واحده من سياسات بيت التحميص، ونشر ثقافه القهوه المختصه وادوات التحضير في بيئه امنه، اسميها بيئه امنه، انه احد يسال ايش الفرق ما بين كذا وكذا، ايش اللي يميز كذا وكذا. في احد الاسئله الان انا قاعد اشوفها، محبكم حبك الله ورسوله، هل شلون بامكان شايف اخذ انت؟ مش شايف البروكا؟ اسامه؟ هذا التميز. لحداش مش قادر احمر. هل بالامكان اخذ البروفايل من هذه الحماصه؟ نعم، انا واحده من الاشياء اللي احب اسويها انه والله اشوف الحمصه المناسبه مثلا للبن هذا هي مثلا بعد الفيرست كراك بكذا، اروح اطبقها على الحماصه الاساسيه، او الاخوان عندنا الاخ عبد الرحمن الله يعطيه العافيه يبدا يطبق الوصفات بشكل مباشر، بس ما في اي حماصه جربتها حتى الان من خبراتي اللي تفوق التحميص 15 20 سنه تقريبا، ما في حماصه تحاكي عمل اي حماصه اخرى، هي دلائل معينه، درجه تحميص كذا، وقت تحميص كذا، ونطبق عليها. كيف افرق بين الماكينه اسطوانه واحده او مضخه واحده او اثنتين؟ هذا اعتقد ما له علاقه. فرق الفلات عن اللاتيه، فرق الفلات وايت عن اللاتيه والكابتشينو باريستا علي، هذا سؤال يمكن خارج نظام الحماصه بس دائما يجينا بسيط بسيط السؤال يا هذا. حبيبي، بسيط جدا. شوف حلو. معظم الفروقات، انا اتكلم حاليا عن المشروبات اللي فيها حليب او الاسبريسو، الفروقات بسيطه جدا تتكمل ما بين حجم الكوب، كميه الاسبريسو، كميه الحليب. السؤال كان الكابتشينو والفلات وايت صح؟ صح، بين طيب حسب الكابتشينو خبرتي والفلات البسيطه وايت. والمعلومات البسيطه، وان شاء الله ان شاء الله تكون معلومات صحيحه، الفلات وايت خلينا نقول اساسه من استراليا، هو عباره عن لاتيه صغير، الحمد لله واحد موجود بالمكتب. على سبيل المثال عندنا هذا، وقعنا عندنا هذا كوب اللاتيه 8 اونص اللي هو 240 مللي، بنيجي على كوب الفلات وايت اللي بيكون 6 اونص، يعني قديش 6 اونص؟ 180 مللي. اذا حجم كوب الفلات وايت بيكون اصغر بشكل بسيط، والمعلومات تاعي مش ثابته، بعض المقاهي تلعب حسب المزاج اللي بدها اياه، بعض المقاهي بيعمل لك الفلات وايت بكوب لاتيه، بقول لك هو عباره عن لاتيه لكن كميه الحليب فيه ستيمد ميلك، يعني عباره عن الحليب مبخر بطبقه جدا قليله، ويعني راح تحس
عارف بطعم الحليب بشكل ثاني. بالنسبة لي ما بمشيش على هذا النظام، أنا بمشي على أنه حجم كوب الفلات وايت أصغر من حجم كوب اللاتيه، نفس كمية الإسبرسو. الحليب مبخر بشكل خفيف بالحالة هاي طعم الإسبرسو بيكون أوضح بشكل بسيط عن اللاتيه. هذا هو الفرق، بسيط جدا. جميل. يعني أنت عامل فلات وايت اللي هو عبارة عن كوب 180 ملي، تقدر تنط لين 200، لكن ما بنصحش قول 180 ملي اللي هو ما شاء الله 6 أونس. إسبرسو استخلاص صحيح دبل إسبرسو، الحليب اغليه خلينا نقول بخره، لكن لا تدخل هواء كثير. ثانيتين اسمع صوت التستسة، بعدين سخنه لين يصل الدرجة حرارة المطلوبة وأمورك حلوة. تقدر ترسم عليه أشكال لكن صعب السيطرة، خلينا نقول بالشيب يعني بالقصة النهائية. جميل جميل، حلوة التستسة كني بأخ عبد العزيز العجلان أذكره بخير. طيب كيف نتعلم أساسيات التحميص؟ من اللي شفناه قبل شوي أتوقع باريستا علي تتفق معي أنه الحماصة تعطيك أساسيات، تعلمك أساسيات التحميص والفروقات اللي فيها. رأيك باريستا علي، هل تتفق ولا؟ والله بسيطة جدا، قلت لك حاليا متحمس إن شاء الله المرة الجاي بكرة، إن شاء الله بكرة مباشرة رايح أعمل الحمص الثاني. راح أكتب هون المعلومات اللي أنا عملتها اللي هو بي 1، وقفت الكولر لما كان ماشي 9 دقائق على سبيل المثال. بكرة إن شاء الله راح أستخدم نفس الأفضل، أعتقد كخبرة بسيطة أو خلينا نقول إيش اكتشفته أنا بالأردني، الأفضل إني أستخدم نفس الحبوب بكرة إن شاء الله إن شاء الله على بروفايل ثاني على أساس أعرف الميزة. لو استخدمت حبوب ثاني مثلا أثيوبية وبكرة كولومبية ما راح أقدر أكتشف لأنه غيرت القهوة. أنا بكرة إن شاء الله رايح أعمل نفس التحميص لكن على بروفايل هو خلينا نقول بي 2 اللي هو أقل شوي حرارة، وعلى أساس نحكم. إذا تعطيك حرية التحكم بشكل بسيط. جميل جدا جميل جدا. لماذا المحامص لا تستخدم بيمور كمحمصة عينات؟ كثير من المحامص العالمية تستخدمها كمحمصة عينات، موردين البن الأخضر يستخدمونها كمحمصة عينات في السعودية أو خارج السعودية، فقصص نجاح عالمية ومحلية. هذا تعتبر فرصة يعني للحباب اللي عندهم نعم. مثلا حابين يحمصون يطلبوها مثلا أو يشتروها ويبدأ يستخدمها عينات مثلا. بالتأكيد بالتأكيد. أين نجد البن الأخضر؟ بيت التحميص يقدم 3 خيارات، وقريبا إن شاء الله ستزداد الخيارات هذه. 3 خيارات: برازيلي، موجيانا، كوستاريكا، سانتا ماريا، وبيرو نوراندينو. إذا في نوع من أنواع القهوة اللي محمصة تباع حاليا لدى بيت التحميص وحابين تأخذون البن الأخضر، بإمكانكم التواصل مع الأخوان والأخوات في بيت التحميص، وأتوقع إن شاء الله ما راح يقصرون. هل الحبوب الخضراء تعامل نفس المحمصة في درجات الحرارة؟ هذه وصفات التحميص اللي موجودة بإمكانك التحكم بها. بالنسبة لبن الديكاف، هل المعالجة لها علاقة أم خصائص البن تجعلها منزوعة؟ المعالجة بالتأكيد، وطريقة التحميص زي ما ذكر الباريستا علي قبل شوي، بالإمكان أن يجرب نوع البن مرتين أو 3 بوصفات تحميص مختلفة لإيجاد هذا الشيء. باريستا علي ألف 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 شكر لك. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار عن البن، إحنا هنا متواجدين. ولمتابعينك كثير الشكر وجزيل الشكر على المتابعة، ولمتابعين بيت التحميص جزيل الشكر على المتابعة والانضمام معنا في اللايف. أتمنى نكون ضيوف خفيفين عليكم. إذا يعني أنت خفيف، أنا عارف أنا أنت ما شاء الله خفيف، أنا شوي أنت أخف. الله يسعدك، شكرا يا أسامة. احنا طبعا غلبناك يا حبيبي أسامة، معلومات ما شاء الله جدا قيمة، شخصيا استفدت. ويعني بدك تعذرني رايح أفوت بقوة على الساحة هيك أبو آدم العوام، يا سلام. أسامة المصطهد حجيك حجيك. تعال كورونا، لا أبو كورونا، لا مش ضيعتنا كورونا. يا رب يا رب يحسن الحال ويكشف الغمة يا رب. زي ما ذكرت في كود خصم بالي راح ينزل ان شاء الله في اللايف، والباريستا ان شاء الله راح يشارك معكم هذا الكود بحول الله. انا ايضا على حسابي على الانستغرام والسناب شات راح انزل لكم الكود هذا باذن الله عشان تستفيدوا من الخصم الخاص لكم بمناسبه هذه المحمصه المميزه والفريده. وايضا اتمنى انكم تستمتعون بالتحميص وتبقوا امنين ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. البث عجبني البث يا والله. شوف ما شاء الله ردود الافعال ايجابيه جدا جدا، واتوقع هي اول مره نسوي بث مشترك.
يعني اول مره بطلع بث مع احد والله، هذه اول مره. جميل. هاي اول مره. جميل. تلفزيون مش مشكله، متعود على التلفزيون يعني عارف كاميرات وحياه. لكن فما شاء الله النتائج ايجابيه، واتوقع ان شاء الله الاخوان والاخوات عندنا في التسويق الرقمي وايضا معك ومع المشاهدين الاعزاء ما يمنعنا نطلع مجددا ان شاء الله بافكار اخرى، فتواصلوا معنا على اي من وسائل التواصل الاجتماعي @roastinghouseSA. نزلنا حساب على سناب شات جديد، اتمنى ايضا تتابعونا وتتواصلوا معنا على اي من وسائل التواصل هذه على اساس نقدر نشارك معكم إن شاء الله يوميات بيت التحميص. إحنا من عشاق القهوة وهي لكم عشاق القهوة، وهذه أساسيات بيت التحميص. كنت معكم أنا أسامة العوام باريستا علي، الله يعطيك العافية. أبو عادل من فنلندا جزاك الله خير، حياكم الله. وسام هنا طولنا عليكم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله والإكرام حبيب أخونا سام عراسي.